مساء الخير على حضراتكم مشاهدي قناة On Time Sports. يوم جديد وصباح جديد هنكون فيه مع حضراتكم على مدار ساعتين متابعة أبرز وأهم الأحداث الرياضية اللي حصلت على مدار الساعات اللي فاتت وكم هي كثيرة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي. وعودة ليالي الأبطال مرة تانية الساعتين هكون فيهم مع حضراتكم أنا ويحيى حمزة. يا صباح الفل عليك يا يحيى. مساء الفل عليك بقى. مساء الفل إيه أساسا؟ أنت قلت مساء الخير فقلت أنا مساء الفل. أنا قلت كده. أيوة بقول لك مساء الفل. مش مهم صباح الفل. حاجه برضو هبقى معاكم من الساعه 4 لحد الساعه 2 برضو دي حاجه من 4 ل 2 بتقابلش. صباح الفل عليك كمان. صباح الفل على حضراتكم واهلا بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. ساعتين ان شاء الله هنكون فيهم انا ومريهان عمرو وكل الاحداث اكيد والاخبار الرياضيه اللي موجوده كل ده يكون موجود في صباح اون تايم. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا واكيد احداث كتيره جدا على المستوى المحلي والعربي والافريقي وكل الاحداث الرياضيه اللي هنكون متابعها مع حضراتكم. ولكن طبعا في البدايه دايما بيكون الحديث بره النطاق الرياضي. طبعا يعني اكيد بيكون عندنا حاجات كتير زي ما مرهان كانت بتقول وبنبدا دايما بخارج الرياضه ومع الارصاد. دائما بتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم الاربعاء ان شاء الله طقس معتدل نهارا على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري، ومن المتوقع ظهور شبوره مائيه صباحا على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري. وبالنسبه لدرجات الحراره اليوم القاهره العظمى 20 درجه والصغرى 10 درجات. الجو طبعا بشكل تدريجي بيبدا يتحسن ولكن هيئه الارصاد الجويه بتحذر وكان الويك اند مكتوب عليه كده يكون في التقلبات. ممكن يكون الجمعه والسبت الجو مش احسن حاجه، ممكن كمان يكون في مطر في بعض المحافظات، فنخلي بالنا كده وباذن الله نكون بنعدي الفتره دي على خير ونبدا بقى الاجواء الربيع في خلال الاسابيع اللي جايه. وخلونا برضو ننقل لحضراتكم اخر التطورات الخاصه بملف كوفيد 19. واعلنت وزاره الصحه والسكان امبارح الثلاثاء عن خروج 1546 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات علشان يكون بيرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 390489000 حتى اليوم. وتم تسجيل 2117 حاله جديده ثبتت ايجابيتهم في التحاليل لفيروس كورونا ومتحوراته بقى بشكل عام، وتسجيل 56 حاله وفاه جديده. اجمالي العدد اللي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا لحد امبارح هو 459198 اصابه، من ضمنهم 390489 حاله تم شفائهم، ولكن حالات الوفاه وصلت ل 23465 حاله. نتمنى طبعا كل السلامه لينا كلنا وربنا يرحم المتوفيين، ونخلي بالنا ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه علشان نعدي الكورونا بكل المتحورات. بالفتره اللي فاتت كانت الذروه بتاعه الاصابات والتزايد في الاعداد كان كبير جدا، بنامل ان الدنيا تكون احسن شويه في الفتره الاخيره ان شاء الله. اكيد بنتمنى السلامه للجميع. امبارح طبعا ماتشات في الدوري المصري الممتاز الجوله التاسعه كان ماتشين. امبارح غزل المحله بيتعادل ايجابيا مع المقاولين العرب 1-1، سموحه بيتفوق على الزمالك 2-0 عفوا امبارح. ويمكن في مباراه كانت تحسب للكابتن احمد سامي مع سموحه، واكيد هنتكلم بالتفصيل عن مباراه الزمالك وسموحه اللي انتهت طبعا 2-2 لنادي سموحه امبارح. نروح لمباريات النهاردة برضو ضمن منافسات نفس الجولة، جولة التاسعة من الدوري المصري. الساعة 3 فاركو في مواجهة أمبي، الساعة 5:30 بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي، وآخر لقاءات اليوم هتكون الساعة 8 مساء فيوتشر في مواجهة البنك الأهلي. مباريات كتيرة أكيد هتكون منتابعها النهاردة وهيكون في حديث مطول عليها سواء على المستوى المحلي أو كمان على المستوى العالمي، ومتابعتنا كمان لدوري أبطال أوروبا وظهور لفريق ليفربول هيكون طبعا الليلة الساعة 10 مساء. خلونا كمان نروح لفقرتنا وسؤالنا اللي بنتواصل بيه مع حضراتكم من خلال اللعبة. وزي ما كنت لسه بقول، ليفربول النهاردة وظهور جديد تحت قيادة يورجن كلوب، وأكيد متعة ليالي الأبطال في الشامبيونز ليج هي حاجة مختلفة. الثلاث والأربع بيكون ليهم طعم تاني مع وجود الشامبيونز ليج. بنسألكم النهاردة عن توقعاتكم لنتيجة مباراة انتر ميلان وليفربول في دوري الأبطال، وأكيد هنكون بناخد الإجابات مع نهاية حلقتنا كالعادة. طيب اكيد بنتمنى التوفيق لليفربول النهارده، نتمنى ظهور مميز لنجمنا المصري محمد صلاح. خلينا نروح لاتحاد الكره. وقرر مجلس اداره اتحاد الكره برئاسه الاستاذ جمال علام في اجتماعه اللي عقد امس عن بعض القرارات، ووليد العطار المتحدث الرسمي للاتحاد
قال تعيين طبعا وليد العطار متحدثا رسميا للمجلس. قرر مجلس اداره اتحاد الكره، خلينا ده اول حاجه كانت تعيين وليد العطار متحدث رسمي للاتحاد، تاني حاجه توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي وايضا الجهاز الفني لمنتخب الصالات لعدم وجود ارتباطات رسميه، ثلاثة استكمال المناقشه في جلسه قادمه في وجود عصام عبد الفتاح من اجل اجراء بعض التعديلات في لجنه الحكام، وتم توجيه الشكر لوجيه احمد وعزب حجاج وعصام عبد الفتاح واسباب كتيره طبعا. يعني خلينا نشوف قرارات كتيره امبارح كانت من خلال الاجتماع الخاص بالاتحاد المصري لكره القدم، وخليني استكمل مع حضراتكم بعض القرارات. كانوا 20 قرار تم اتخاذهم امبارح من خلال الاجتماع اللي ابرمه رئيس الاتحاد مع باقي اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم. اتحاد الكره هيكون بيتحمل تكاليف سيارات الاسعاف في القسمين الثاني والثالث والرابع، ودي من اهم النقاط اللي انا شايفاها ممكن نتكلم عليها كمان بعد ما اسرد لحضراتكم بقيه كمان القرارات. رقم 5، كل متطلبات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول هتكون مجابة، لذلك تم تكليف الأستاذ جمال علام بالإشراف على المنتخب الأول ورئاسة بعثة مصر اللي هتكون بتتوجه للسنغال في الشهر القادم. تم تعيين كمان خالد كامل مدير الإدارة لمسابقات القسم الثاني. وخلوني برضه أقول لحضراتكم نقطة تانية، وهو طلب من مصطفى عزام أن يعرض تقريره عن مشروع الهدف وما يحتاجه في الأسبوع المقبل. طيب يعني استكمالا للقرارات، قامت مباراتين ودياتين لمنتخب مصر مواليد 2003 أمام سلوفاكيا في شهر مارس المقبل، وهتكون هناك كمان مباراتين لمنتخب مصر النسائي أمام غينيا في مارس، وتم تجديد الثقة في أجهزة منتخبات الكرة النسائية. 10، تم تكليف محمد أبو الوفا وعامر حسين تشكيل جهاز فني لمنتخب الكرة الشاطئية. 11، تم اعتماد قرار أن يكون دوري القسم الثاني بيتكون من 24 فريق بداية من الموسم 2023-2024، ومجموعة شمال سيناء هتكون مستقلة بداية من الموسم المقبل. نروح لآخر قرارين تم اتخاذهم امبارح، تكليف الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات لاختيار الكرة الموحدة للموسم اللي جاي. وآخر النقاط اللي هنكون بنعرضها مع حضراتكم هو ملف المفاوضات المالية مع الشركة الرعاية. تم تكليف الدرندلي وجمال علام للتحدث عن الأمور المالية. دول 12 بند أو 12 نقطة تم التحدث فيهم من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، استعرضناه مع حضراتكم، ولكن هم كانوا بإجمالي 20 قرار تم اتخاذهم سواء على المستوى الإداري، على مستوى فترات إعداد قادمة، على المستوى المالي وعلى المستوى الصحي. وكنت بقول لحضراتكم واحد من النقاط اللي تم اعتمادها امبارح في الاجتماع متعلقة بسيارات الإسعاف اللي لازم تكون متواجدة في كل المباريات في الدوري القسم الثاني القسم الثالث أيا كان في أي منافسة، لازم يكون ده موجود. بنتكلم لو في كل 10 ماتشات تم استخدام سيارة اسعاف تكون بتسعف لاعب اداري مدرب حد من الجماهير، فاحنا كسبانين. اعتقد دي كانت نقطه مهمه جدا بجانب طبعا كل الحاجات المتعلقه بالماليات والاداريات وفتره الاعداد الخاصه، سواء بقى بالبنات الشابات اللي هيكونوا بيشاركوا في تصفيات كاس العالم في غينيا، سواء الشباب اللي عندهم اكتر من ماتشات وديه في الفتره اللي جايه. كل التوفيق اكيد لمنظومه كره القدم المصريه ان شاء الله في الفتره اللي جايه يكون تطلعات الجماهير متناسقه مع القرارات اللي هيكون بيتخذها اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم. طبعا زي ما انت قلت يا مريهان، 13 قرار الاتحاد الكره، ويمكن اولوياتهم دائما وابدا للمنتخبات، ومنتخب مصر واللي كان بيتكلم يعني او من ضمن القرارات ان كل طلبات منتخب مصر مجابه، وتعيين الاستاذ جمال علام رئيس للبعثه اللي هتكون موجوده مع منتخبنا الوطني للسفر الى السنغال ان شاء الله. نتمنى اكيد كل التوفيق في القرارات، اكيد ليها رؤيه مستقبليه لدى الاتحاد المصري لكره القدم، بنتمنى ليهم كل التوفيق باذن الله. نتمنى كل التوفيق لكل منتخباتنا في كل الالعاب الحقيقه الفتره الجايه، نكون بنحقق باذن الله انجازات كتيره لكل منتخباتنا ان شاء الله. أكيد، وإحنا بنتكلم على منتخباتنا الوطنية كرة وغير كرة، ولكن بيجي في مقدمة المشهد منتخبنا الأول لكرة القدم واللي هو على أعتاب مباراتين حاسمتين بإذن الله يكون من خلالهم تأهلنا إلى مونديال قطر 2022 يصبح حقيقة وعلى أرض الواقع بيتحقق. ده طبعا هيكون بيتعرف مع المباراة الثانية والختامية من المباراتين الحاسمتين أمام منتخب السنغال. المباراة الثانية كمان هتكون في دكار، فبنتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، ونطلعكم برضو على آخر التفاصيل
الخاصه بعوده مره ثانيه مستر كارلوس كيروش بعد الاجازه اللي سافرها بعد انتهاء مشوارنا في بطوله كاس الامم الافريقيه. اختار كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اتحاد الكوره بامكانيه تعديل ميعاد وصوله للقاهره بعد الاجازه، حيث بيرتبط بميعاد مع الدكتور وقد يضطر لتغيير الميعاد اذا استدعى الامر بعد ما يكون عمل التحاليل بتاعته والفحوصات الطبيه الخاصه بيه. بيعود البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر للقاهره مفروض يوم 18 فبراير الجاري بعد انتهاء الاجازه اللي حصل عليها المدير الفني مع انتهاء بطوله كاس الامم الافريقيه اللي كنا لسه اكيد بنتابعها من ايام قليله. هيكون ده طبعا بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكره القدم، واكيد الاعلان هيكون عن عودته في خلال الساعات اللي جايه. طيب اكيد عندنا اخبار كتير برضو بعيده عن منتخب مصر، عندنا اكيد اخبار كتير عن الاهلي عنده بدايه مشوار في دوري ابطال افريقيا، اكيد عندنا اخبار كمان عن الزمالك بعد الخساره امبارح امام سموحه، كل ده هيكون موجود معانا في اون فاير نيوز. طيب اول اخبارنا عن النادي الاهلي، واسند مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بشكل رسمي رئاسه بعثه الفريق الاول لكره القدم اللي هتكون بتتجه ان شاء الله الى السودان للعمري فاروق نائب رئيس النادي، وبيستعد النادي الاهلي لخوض مباراه الهلال السوداني المقرر ان شاء الله اقامتها يوم الجمعه المقبل على ملعب الجوهره الزرقاء في الخرطوم، وبيسعى الفريق لتحقيق انطلاقه قويه في مشوار دوري ابطال افريقيا، واكيد طبعا بنتكلم في بدايه مشوار بدايه حلم جديد، موسيماني راجع ببرونزيه ماشي بشكل كويس بيحقق بطولات مع النادي الاهلي، واعتقد هي بنتكلم دايما عن بدايتك في دوري ابطال افريقيا او كونفدراليه سواء ايا كان مين الفرق المصريه اللي بتشارك، تفرق جدا ومهمه جدا ان انت تكون بتكتسب الثقه من اول مباراه حتى لو مباراه خارج ارضك، ولكن حتى انت رايح تلاعب الهلال السوداني مش نفس الهلال السوداني اللي كان ممكن من 3 4 سنين فاتوا، هتكون مباراه نتمناها قويه تليق باسم ناديين ان شاء الله كبار النادي الاهلي والنادي الهلال السوداني. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مشاركته في دوري ابطال افريقيا، ونفس التمنيات طبعا لنادي الزمالك باذن الله يكون اللقب مصري مره ثانيه. وخلونا نكمل حديثنا عن النادي الاهلي، فاعلن الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي لنادي الاهلي عن ترأس العمري فاروق بعثه الاهلي في السودان، وهيكون بيرافقه حسام غالي، ومن المقرر ان تخضع بعثه النادي الاهلي لمسحه طبيه خاصه بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاث اللي هو كان امبارح. وقال المدير التنفيذي للاهلي سنغادر بعثه النادي الاهلي النهارده ان شاء الله الاربعاء استعدادا لخوض مباراه الهلال يوم الجمعة اللي جاي. طبعا النادي الأهلي عنده استعدادات كبيرة جدا. خلونا نكمل التصريحات، قال هناك طائرة خاصة هتكون بتنقل الفريق على أن يعود الفريق بعد انتهاء المباراة مباشرة استعدادا لمباراة سان داونز الجنوب أفريقي في القاهرة. كمل كلامه وقال هيخوض الفريق مرانه الأول يوم الخميس في نفس الملعب اللي هيكون بيخوض فيه المباراة. نادي الأهلي كان حصل على يعني أجازة أو فترة راحة سلبية بعد انتهاء مشواره في كاس العالم للأندية، وبيعاود مرة تانية التمرين امبارح وهيكون بيسافر النهاردة، فبالتالي التحام كبير جدا ما بين المباريات والمنافسات الكبيرة بشكل كبير، فإن شاء الله يكون اللعيبة قدرت تكون بتريكوفر بشكل كافي علشان عندهم مشوار جديد وأحلام جديدة نحو اللقب الـ11، فبالتالي هنكون بنتابع ده عن قرب في الفترة اللي جاية. طيب استكمالا لاخبار دوري ابطال افريقيا والاهلي والهلال السوداني، باعلن الاتحاد السوداني لكره القدم تاجيل مباراه الهلال والكوبر بالجوله الثالثه من منافسات بطوله الدوري السوداني قبل مواجهه طبعا النادي الاهلي المرتقبه يوم الجمعه ان شاء الله. وذكرت صحيفه سودانيه ان الاتحاد السوداني فضل تاجيل مباراه الهلال بالدوري لاتاحه الفرصه للفريق السوداني عشان يكون مستعد بشكل كافي، وكمان اجل الاتحاد السوداني لكره القدم مباراه المريخ ونظيره الارتباط الاول بمباراه امام سان داونز ضمن البطوله ذاتها. يعني دي شويه تاجيلات كده عشان يكون طبعا الهلال السوداني يعني عامل استشفاء كويس مريح كويس جاهز لمباراه الاهلي اللي شايفينها اكيد مباراه هتكون صعبه مش سهله على الهلال السوداني. اكيد مواجهه قويه ومرتقبه ما بين فريقين على المستوى المنطقه العربيه كبار وليهم تاريخ كبير، ان شاء الله النادي الاهلي يكون قادر على حسمها خارج الديار. خلونا نستكمل اخبارنا، واكد مصدر داخل النادي الاهلي ان في استياء كبير من مستوى ميكيسوني واللي لسه ما قدمش اوراق اعتماد كافيه كونه موجود داخل النادي الاهلي وكونه لاعب محترف كمان. خلونا نقول انه كان في تجديد ان اللاعب الموزمبيقي اصبح قريب جدا ان هو يكون
يرحل حال استمرار مستواه بهذا الشكل وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في الفترة الأخيرة، هيكون بيتم استبداله بلاعب آخر سواء عن طريق ضم لاعب جديد أو اتخاذ قرار بعودة السنغالي أليو بادجي بعد تألقه الكبير مع نادي أميان الفرنسي بعد إعارته إليه. بيقدم بادجي مستويات مميزة في الدوري الدرجة الثانية السيزن ده، وكمان أصبح رابع هداف المسابقة بتسجيله 10 أهداف في 16 مباراة، احتل بيهم المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين. فبالتالي هيكون في تغيرات ممكن نكون بنتابعها على مستوى اللعيبة الأفارقة المحترفة داخل النادي الأهلي. بيبدو أن ميركاتو الصيف في حسابات الأندية أصبح قريب، يعني بيفكروا بيه على مستوى لجان التخطيط، ولكن بالنسبة لنا إحنا كمشاهدين أو بالنسبة لحضراتكم هو بعيد شوية، ولكن خلاص إحنا بنتكلم على تخطيط لازم يكون بيحصل من فترة قبل بداية الموسم، ويكون في تقييم لكل اللاعبين للمستوى اللي بيقدموه مع الأندية المصرية. طبعا يمكن ميكيسوني مران زي ما انت بتقولي ما قدمش اوراق اعتماده مع النادي الاهلي، بادجي ماشي بشكل كويس، ويمكن كلام طلع ان هو ممكن يكون بيعود مره تانية للنادي الاهلي زي ما انت كنت بتقولي. طيب بينهي كمان مسؤول النادي الاهلي في الوقت الحالي اجراءات سفر اكرم توفيق لاعب الفريق الى قطر لبدء فتره التاهيل من جراحه الرباط الصليبي ان شاء الله اول الاسبوع اللي جاي، عشان يكون بياخد المرحله الاولى من برنامجه التاهيلي والعلاجي في اكاديميه بالدوحه. وقال الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق ان اكرم توفيق بينفذ المرحله الاولى من العلاج الطبيعي، وهيكون بينتهي ان شاء الله من اجراءات السفر خلال ايام، هيكون بيروح للدوحه عشان يبدا برنامجه التاهيلي. بنتمنى اكيد العوده مره ثانيه لاكرم توفيق، واحد من اهم اللعيبه اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ولكن الاصابات هي دايما كده ممكن تكون بتبعده شويه، ولكن ان شاء الله يكون بيرجع ويكون بيرجع افضل من الاول ان شاء الله. ان شاء الله عودته تكون كبيره زي ما كان متالق بشكل كبير، وواضح جدا امكانياته والعزيمه والوعي اللي عنده كلاعب وحبه للكوره، فان شاء الله يكون قادر للعوده في الوقت المظبوط بعد تاهيل جيد يضمن ان اللاعب هيعود مره ثانيه ويكون سليم بنسبه 100%. يستفيد النادي الاهلي من لاعب مهم، وكمان يستفيد منتخب مصر من ورقه مهمه بيمتلكها في الفتره اللي جايه. كل التوفيق اكيد لكل لاعبتنا، ده اللي بنتمناه ان شاء الله، ان نشوف دايما اللعيبه المصريه موجوده على قدر التطلعات وعلى قدر التطورات اللي شايفينها في صناعه كره القدم، وطول الوقت بنبص وبنقول احنا عايزين يكون نفس الشكل ده موجود عندنا. بنبص لبره وبنشوف شويه نقاط حبيت تكون بتطبق، بيجي طبعا في بدايتها الحاله الاحترافيه اللي بقى اللاعبين عايشين فيها، والانتماء دلوقتي اصبح في وقت قصير للانديه، فبالتالي لازم كل لاعب يدي كل اللي يقدر عليه لاي نادي بينتمي اليه طول ما هو موجود ولابس التيشيرت بتاعه. ده اللي نتمناه ان شاء الله يكون بيحصل في الفترات اللي جايه ان شاء الله، اكيد بنتمنى ده. مريان خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لتقرير عن ختام بطوله نادي الصيد الوديه للبراعم، واللي بيشارك فيها كل انديه الدوري على راسهم طبعا اهلي اسماعيلي بحضور نجوم الرياضه واعضاء الاتحاد المصري لكره القدم، في التقرير التالي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. طبعا بشكر مجلس اداره نادي الصيد على تنظيم بطوله كبيره زي ديت، ده يعتبر دوري الجمهوريه للولاد الصغيرين سن البراعم، يعني دوره مجمعه كل الناس بتلتقي. طبعا المنافسه كويسه جدا، منافسه كبيره، كل الانديه محترمه. بنشكر نادي الصيد على تنظيم البطوله، والحمد لله يعني انا شايف ان هي بطوله ناجحه بدرجه كبيره جدا جدا، يعني شامله اكبر انديه في مصر. بص السن الصغير دوت اكتر سن ممكن تفرز فيه مواهب، طبعا بتطلع مواهب كتيره جدا، بتلعب كميه كبيره من الاولاد، ممكن في اولاد ما بتلعبش في الدوري فتديهم في البطوله دي، مع ان البطوله هنا قويه وبتحتاج كل العناصر المتميزه، لكن عشان بتلعب كل يوم فبتضطر تلاعب عدد كبير، بيبرز لك مواهب طبعا، وبتتعرف على مواهب انت ما تعرفهاش. احنا السن الصغير دوت بيلعب دوري منطقه، لكن احنا بنلعب منطقه اسماعيليه، منطقه القنال، يعني اسكندريه، بحيره، فبتلاعب مناطق كبيره جدا، فبتستكشف الدنيا ماشيه ازاي. بطوله متعودين عليها بقى لها سنين، نادي الصيد بينظمها، والبطوله ممتازه وبتفرز مواهب كتير جدا، وبتعود الاجواء وتعود اللعيبه على الاجواء الممتعه، ويحس بقيمه ان هو في المستقبل هيبقى لعيب كبير. الحمد لله رب العالمين، فرقه متكونه من 3 شهور، ربنا كرمنا الحمد لله النهارده وقدرنا نحصد البطوله بتعب الولاد قبل ما يكون تعب الجهاز الفني، فالحمد لله رب العالمين. وبتمنى الاجواء اللي احنا شايفينها دي كلها تفضل على طول موجوده بدون ضغط على الاولاد، اهم حاجه بدون ضغط على الاولاد، الولاد تستمتع
وتفرز. احنا مصر عندنا مواهب كتير جدا، عندنا مواهب كتير جدا، بس محتاجه العين اللي تشوف كويس وتنسق كويس وترسم بلان للاولاد. نشكر طبعا مجلس اداره نادي الصيد والناس القائمين كلهم اللي تعبوا معانا الفتره اللي فاتت، الاسبوع اللي فات ده، وكله على البطوله، بطوله ناجحه. اتمنى من ربنا ان كمان اتحاد الكوره هو البطولات دي تبقى تعمم، يعني النادي الاهلي يعمل بطوله، والزمالك يعمل بطوله، وانبي يعمل بطوله، المقاولين يعمل بطوله، الكلام ده كله ليه؟ لانك انت بتفرز لعيبه انت ممكن ما تشوفهاش. البطوله اللي هي بتاعت المنطقه، سواء القاهره او الجيزه او الاليويه او اسوان او اسكندريه والكلام ده كله، انت ما فيش نوفر الامكانيات للانديه، او نوفر الامكانيات من الاتحاد نفسه للمناطق، وان هم يعملوا الحاجات المجمعه دي كانك بتلعب دوري جمهوريه بالظبط للاولاد الصغيرين. تقدر ان انت يبقى عينك المدربين او الناس المهتمين كلهم بالبراعم او بالقطاع بتاع الناشئين ده كله، ان انت تقدر ان انت تشوف كل المحافظات اللي موجوده وكل اللعيبه اللي موجوده كده. انا بشوفها ان هي بتبقى افضل واحسن بكتير، يعني ان شاء الله باذن ال 2012 دول احنا ما عشان موضوع الكورونا والنادي الاهلي والكلام ده كله احنا ما عملناش تحضيري. يعني كل سنه كنا بنعمل تحضيري، احنا ما عملناش تحضيري، ما كانش لينا تحضيري، ما كانش لينا اختبارات، واخد بال حضرتك؟ فالولاد اللي انت شايفهم دول وبيأدوا بالشكل دوت، دول ممولين من شهر 7، يعني بقى لهم خمس ست شهور، فان هم يأدوا بالشكل دوت والحمد لله بشهاده الجميع كلهم ان هم احسن فرقه وافضل فرقه بتلعب كوره، دي حاجه كويسه. الحقيقه السنه دي يمكن اقوى من اي سنه. ليه؟ لان تقريبا 99% او 100% انديه كبيره هنبداها بالاهلي وبيراميد والمقاولين والاسماعيلي والاولمبي والاتحاد وفرق كتيره الحقيقه، يعني يمكن لو نسيت فرق تانية، حتى حرس الحدود كمان من اسكندريه. فالحقيقه مجموعه كبيره جدا، وانا عندي هنا خمس اعمار احنا عاملينها من 2013 لغايه 2009، شامله ثلاث ملاعب. انا فارد هنا في نادي الصيد ملعبين كبار اللي بيلعبوا عليهم البطوله، والملعب الصغير اللي هو لل 2013 و 2012 اللي هم اصغر شويه. الحقيقه البطوله كانت قويه جدا، يمكن البطوله اللي انا بعملها دي مش موجود زيها يمكن في مصر. ليه؟ لان الدوريات اللي بتبقى زي كده بتتعمل مناطق. انا جايب من اسكندريه ومن المحله ومن كل انحاء، ومن الاسماعيليه، فمن كل انحاء مصر الفرق جايه وانديه كبيره جدا. من اهم طبعا النقاط اللي احنا دايما نكون بنتابعها الاهتمام داخل الانديه بالناشئين، وازاي يكونوا بيحظوا بفترات اعداد وبتمرين جيد، ويكون عندهم اجهزه فنيه كبيره فيها نجوم، علشان هو ده الجيل اللي احنا لازم نكون بنهتم بيه علشان نضمن ان شاء الله المستقبل يكون كبير لكره القدم المصريه وصناعتها بشكل عام اللي بتتطور كل يوم عن التاني، ولازم احنا كمان نكون بنواكب هذا التطور. مشاهدينا بعد الفاصل نواصل حديثنا في صباح اون تايم، خليكم معنا. مشاهدينا بجدد الترحيب بحضراتكم، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم. امبارح طبعا فوز عظيم الحقيقه لنادي سموحه امبارح، واداء كبير للعيبه نادي سموحه وجهاز فني محترم بقياده طبعا كابتن احمد سامي. خلونا ناخد على الهاتف كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحه. كابتن مصر صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا يحيى، وصباح الخير. اخبار حضرتك ايه؟ ازاي حضرتك؟ منور الدنيا، ومبسوطين ان حضرتك معانا، ومبروك طبعا ثلاث نقاط مهمه بيحصدها نادي الزمالك، يحصدها نادي سموحه على حساب نادي الزمالك امبارح في مباراه مهمه. والحقيقه الاداء مميز بشكل عام من قبل الفريق كله، ولكن كمان لو هنتكلم على مستوى حراسه المرمى والهاني سليمان اكيد حديث كبير جدا عليه. ففي البدايه اكيد حابين نبارك لحضرتك وتعليق حضرتك على مباراه امبارح. لا والحمد لله رب العالمين، يعني طبعا نعمه وفضل ان انت تكسبي اربع ماتشات ورا بعض، دي حاجه كويسه قوي، بتدي اتزان كبير ومحاولات النجاح جدا، يعني معنويات كبيره للفرقه. طبعا الفرقه بتلعب بسيستم واضح جدا، مدرب كبير الكابتن احمد سامي، يعني حاجه عظيمه جدا وانا فخور جدا بيه وبطريقه شغله وعشقه لشغله، يعني حاجه مريحه جدا. بيلعب بطريقته المعتاده قدام الاهلي، قدام الزمالك، قدام اي حد، كل اللعيبه بتنفذ
لما اللعيبه بتبقى موفقه وبتنفذ بنسبه كبيره اللي هو عايزه فبيحصل نتائج ايجابيه الحمد لله. هاني طبعا يعني شاهدت في مروحه امبارح مميزين جدا في الفرقه ومن الناس اللي ادت اداء رائع حافظ على يعني نتيجه تبقى كلين شيت امبارح والحمد لله رب العالمين. طيب كابتن احمد يعني خليني اسال حضرتك على التواجد دلوقتي والتنافس والتزاحم مع الانديه في مقدمه الدوري، اعتقد دي كمان كانت من الاهداف اللي ممكن تكون مسبقه بالنسبه لكم كجهاز فني ان انتوا تكونوا موجودين مع الثلاث انديه في المقدمه، كلمني عن الشكل ده لان احنا شايفين كمان اهتمام كبير من قبل نادي سموحه ان هو كمان يكون موجود في المربع الذهبي. السنه اللي فاتت يعني كنا في المربع الذهبي لكن للاسف يعني كانوا ادوا اسامي الفرق اللي هتلعب بطوله افريقيا والاستراليه قبل ما السنه تخلص يعني لكن احنا مفنشين في المربع الذهبي والحفاظ على التواجد في المربع الذهبي اعتقد ده اصعب من الوصول الى المربع. عندنا امل اكبر من كده كمان مكان افضل لانه فعلا عندنا امكانيات كويسه وعندنا لعيبه كويسه. السنة اللي فاتت احنا 20 تعادل يعني لو في 10 منهم بس احنا كسبناهم كان ممكن ننافس على بطولة الدوري. ف يعني فرقة سموحة عندها طموح كبير، المدرب الكابتن احمد السنة عنده طموح كبير جدا وهو اهل لكده، جهاز فني رائع الكابتن هاني العجيزي والكابتن صلاح امين وعادل محفوظ وعمرو وابو الحسن، عيلة كده ظريفة كده بتشتغل. ف ان شاء الله يكون عندنا يعني طموح اكبر السنه دي. السنه دي الكونفدراليه يا كابتن احمد يعني بالشكل والاداء الحقيقي اللي بيأدي بيه نادي سموحه، انت موجود في المركز الثالث دلوقتي عندك ماتش مهم مع المقاولين المباراه اللي جايه، ان شاء الله طموح نادي سموحه مختلف السنه دي، طموحه في الكونفدراليه الافريقيه ام دوري ابطال افريقيا لان الاثنين متاحين يا رضا. يحيى المساله ان انت تامن بنفسك واللعيبه تامن ان هي تقدر، واحنا هو ده اللي طول الوقت شغالين فيه لان هم عندهم امكانيه وعندهم مدرب رائع. صحيح. وعنايه بشكل كبير، اعداد نفسي واعداد ذهني عالي جدا. وده مهم جدا في كره القدم الحديثه طبعا زي ما حضرتك عارف. المساله ان الاستمراريه يعني استمراريه النتائج الكويسه، يعني احنا بقى لنا 4 مباريات بنكسب فده عمل لنا يعني كونفيدنس يعني ثقة كويسة جدا في ان اللعيبة بتلعب نادي الزمالك عادي جدا جدا جدا، بتروح وبتضغط بتعمل تحولات هجومية جميلة. صح. جدا وضيعنا فرص كمان غير الفرص اللي احنا جبناها يعني فهي فرقة كبيرة ان شاء الله وان شاء الله الطموح كمان يبقى كبير. يا حضرتك في بداية حديثك من اول الكلام اشادة كبيرة بالكابتن احمد سامي والاداء العظيم اللي وصل اليه لعيبة نادي سموحة وكمان الثقة اللي حضرتك بتتكلم فيها اللي اصبحت عند اللعيبة. امبارح كان في اجتماع عقده الاتحاد المصري لكرة القدم وخرج من خلاله بعض القرارات واصبحت في بعض الانباء الخاصة من ترشيح الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات لاسمين بعينهم ان هم يكون ليهم دور مع منتخبنا الاولمبي، كابتن علي ماهر والكابتن احمد سامي، فحب اعرف الكلام ده ايه اصدقه داخل نادي سموحه؟ هل وصل لكم اي حاجه بشكل رسمي او هي مجرد انباء اكيد هتكون بتسعد الكابتن احمد سامي؟ لا هو يعني هو التفاصيل الكلام ده ممكن هيكون عند الكابتن سامي، لكن طبعا انا يعني سامع انه هو مترشح وهو اهل لكده يعني. صحيح. والترشيح للمنتخب مصر ده تكليف ما حدش يقدر يعني هيتناقش في ايه يعني، تعالى منتخب مصر حاضر سمعا وطاعه يعني. اتمنى له كل خير لان هو فعلا يستحق ان هو يكون في مكانه كويسه، وطبعا بحيي اتحاد الكوره ان هو بدا يفكر بره الصندوق في فرص للمدربين شبان واضح موهبتهم جدا يعني. فاتمنى الفتره اللي جايه بتصير في كره القدم المصريه بالشكل اللي هو يعني احنا شايفينه دلوقتي، رابطه وتفكير في يعني تحليل اداء المدربين وتصنيفهم فدي حاجه كويسه جدا يعني، ربنا يسهل ويبقى النمط ده ماشي على
على كل المستويات يعني. ان شاء الله يا كابتن احمد. يعني خليني برضو قبل ما نقفل مع حضرتك، عندنا ماتشين مهمين جدا ان شاء الله، مباراتين هامتين ويمكن فاصلين في مشوارنا باذن الله، وحلمنا الاول والاخير هو الوصول لكاس العالم 2022. واعتقد ان انت مكسب هنا في المباراه الاولى هو اصبح شيء مهم جدا، عشان حتى لما تروح هناك تبقى رايح مرتاح بعض الشيء. انا عايز بس اقول يحيى، اتفضل يا كابتن، ان عايز الاستاد يبقى فيه 70,000 متفرج على الاقل ان شاء الله، لان استاد القاهره ده مخيف ومرعب، استاد الرعب ده. فيعني دي نمره واحد. نمره اتنين، بطلب من كل يعني لحد دلوقتي ان التصريحات هيكون في عدد جمهور كبير جدا باذن الله، ولكن لسه ما تمش تحديد الرقم يا كابتن احمد، بس يعني الكلام اللي طالع من اتحاد الكره ان شاء الله يكون العدد الجماهيري كبير جدا باذن الله. بعد كده بطلب بقى من المنظرين والناقدين والاستوديوهات اللي هي شغلها الشغل احباط العمل الجيد اللي تم، يعني اصبروا شويه يعني، اهدوا وبطلوا فتي يعني، علشان ان احنا يعني الفتره اللي جايه محتاجه مننا كلنا ننكر الذات، ويعني نقف يعني ورا منتخبنا بكل قوتنا، لان ماتشين يا يحيى بريان صعبين جدا 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 لاقصى درجه. لازم يبقى فيه شغل كبير جدا واعداد ذهني ونفسي كبير جدا، واللعيبه ما تسمحش الا حاجات ايجابيه وتاخد طاقه ايجابيه عشان نعدي الماتشين دول ان شاء الله. تألق كبير حصل من قبل محمد ابو جبل بعد الاصابه اللي لحقت بالمتألق الكبير برضه محمد الشناوي، ولو بنتكلم انه في خلال شهر هيكون في مواجهتين امام منتخب السنغال، اللي نقدر نقول برضو ان كانت لسه رجليه في الملعب ابو جبل في المواجهه امام هذا المنتخب في المباراه النهائيه. لو افترضنا ان الحارسين جاهزين يا كابتن ناجي، والاثنين حاضرين بنسبه 100% بدنيا وذهنيا وفنيا، ترشح مين؟ هل هيتحط في الحسابات ان ابو جبل كان لسه بيتواجه معاهم فبالتالي ممكن يكون ليه افضليه باي شكل من الاشكال، ولا بيبقى لمحمد الشناوي مع جاهزيته الافضليه؟ انا عايز اقول لك يعني، انت حط في بطنك بطيخه صيفي من مركز حراسه والله العظيم حاطه بطيختين والله احنا كلنا حاطين بطيخه يا كابتن ناجي، ومطمنين على مركز حراسه المرمى في منتخب مصر. مركز حراسه المرمى ده يعني طبعا، والحضري بره على الخط مع البطيخ كله، احنا هننسى علي زازه ومعلي زازه بالظبط دي حقيقه. لا فالمركز ده غني جدا جدا، اذا كان الشناوي كان ابو جبل، واقدر اعدي لك 10 اسماء تقدر صحيح تكون موجوده في المنتخب يعني من فتره كبيره، والحمد لله يمكن كان لينا دور في تاهيل المدربين وان هم يشتغلوا بشكل علمي افرز النتيجه الحلوه دي في حراسه المرمى. اتمنى ان يعني المركز ده كمان ينال اهتمام المسؤولين في اتحاد الكوره، ويبقى فيه ورش عمل، ويبقى فيه عشان يعني لما اهتمينا في الفترة اللي فاتت يعني بتاعت الدكتور محمود سعد، وعملنا الورش في كل مكان في مصر وفي كل مكان، افرض المدربين هايلين لحراس المرمى، مش عايز اقول لك انا فخور بيهم قد ايه. طب يا كابتن ناجي هتقول لنا اسم ولا صعب؟ لا مش هو، انا بقى ثقتي فيهم الاثنين يعني. ما لو الاثنين جاهزين هل سهل تختار ولا هيفضل برضو الموضوع بيروح اكتر للشناوي لو الاثنين جاهزين؟ لا هي وجهه نظر طبعا كجهاز فني، لكن انا شخصيا يعني بعد المستوى الرائع اللي ظهر بيه ابو جبل، الاثنين نقدر زي بلغه الكره نركن عليهم في اي وقت هم الاثنين. طب تتحط في الحسابات مباراه السنغال اللي فاتت، هل تدي افضليه لابو جبل ولا بتبقى تنفصل؟ عايز اسامي وانا مش هقول اسامي هي عماله تجيبك من هنا يا كابتن ناجي ومن هنا، وبرضه مفيش فايده هي ساترة بس انا حريص يعني ما هنعمل ايه. لا والله انا ما بحبش اضايق حد بس قلت يعني احاول مره يمكن تيجي معاه. انا يسعدكم يا رب وكل حبيبي يا كابتن وحضرتك. طيب خليني قبل ما اختم ارجع مره تانية لنادي سموحه، واحنا لسه في بدايه الدوري بالرغم ان السيزون بدا بقاله كتير، ولكن احنا لسه في الجوله التاسعه. ايه اللي بيتطلب اي نادي يكون بيعمله علشان يحافظ على مستوى التواجد في المركز الثالث؟ اكيد حاجه عظيمه، ولكن احنا لسه بنتكلم ان دول 9 جولات فقط في الدوري المصري، فبالتالي الخطه حضرتك ضمن الجهاز الفني بتكونوا بتتكلموا عليها علشان يكون في استمراريه في المستوى اللي ظاهر بيه نادي سموحه في هذا الموسم؟ اللي انا متاكد منه ان احنا مش هنبطل شغل يعني، مش هنبطل
ان احنا نبقى حريصين جدا ان احنا نبقى سادين ومدعمين للاولاد وبنعمل لهم احسن حاجه يعني شغل تدريبي واحسن تهيئه نفسيه. هو ده الشغل في كره القدم بقى يعني على الجزئيات اللي هي الصغيره اللي ان عندك ادوات، الادوات دي ممتازه. فهنكمل الكلام ده بالموتيفيشنز المفروض تتعمل. النادي حقيقي مش مقصر من كل النواحي الماديه والحاجات دي، فده برضه بيعمل نوع من الاستقرار للفرقه. وان شاء الله اتمنى ان احنا نكون في اخر السنه زي الربع الاولاني من ان شاء الله يا كابتن. باذن الله بتمنى لحضرتك كل التوفيق باذن الله، واداء الحقيقي كبير واداء عظيم مع مدير فني كبير كابتن احمد سامي. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن احمد، ودايما بتنورنا وبتشرفنا. بشكرك اكيد، شكرا جزيلا. الكابتن احمد ناجي طبعا واحد من نجوم تدريب في حراسه المرمى، وتابعناه اكيد على مدار سنوات مع منتخبنا الاول لكره القدم، وفي التوقيت الحالي موجود مع نادي سموحه باداء مميز وفي استمراريه، ودي من اهم النقاط اللي بنتكلم عليها اللي لازم يكون بيمتلكها الانديه اللي عندها عناصر كتير موجوده، عندها استقرار اداري وفني، عندها اكتر من لاعب متالقين، ازاي يكونوا بيحافظوا على المستوى بتاعهم يفضل موجود معاهم لاكتر من سيزن. فاعتقد ان السيزن ده بنتكلم في الدوري المصري انديه كتيره جدا بتحاول وبتشارك، واصبح ليها الحظوظ ان هي تكون موجوده في المربع الذهبي، وده اللي بنتمناه. موجود نادي الاهلي والزمالك طبعا في دايما في مقدمه المشهد على مستوى الدوري المصري، بقى اصبح كمان موجود نادي بيراميدز، ولكن مين كمان لازم يكون موجود وبيزاحم؟ وعارفين طبعا ان الماده هي بتكون من الاهم العناصر اللي بتدي قوه وقيمه للانديه في الصفقات، في المدربين، في سوق الانتقالات، كل حاجه طبعا بتتكلم فيها الماده. ولكن بنشوف الاجتهاد ساعات كتيره جدا بيكون بيسفر عن نتائج غير متوقعه، فان شاء الله يكون لكل الانديه اللي بتجتهد حظوظ ان هي تكون موجوده في وسط الكبار، وتكون بتعمل كمان نتائج غير متوقعه تخلي الدوري المصري فيه متعه كبيره. طبعا اكيد زي ما انت قلت مرهان، بنتمنى التوفيق لكل الفرق في الدوري المصري. زي ما اتكلمنا عن نادي سموحه بعد فوز امبارح، فوز كبير اكيد على نادي الزمالك، خلينا ناخد وجهه نظر فنيه من واحد من نجوم مصر، نجوم نادي الزمالك ونجوم الاتحاد السكندري، كابتن يوسف حمدي. يا كابتن يوسف صباح الفل عليك. صباح الخير يا يحيى، صباح الخير يا مرهان. صباح الخير على حضرتك يا كابتن، منور الدنيا. وامبارح طبعا كنا بنتابع مباريات في الجوله التاسعه بالنسبه لكل الانديه المصريه، ومباراه نادي سموحه ونادي الزمالك، واللي انتهت بفوز النادي السكندري بهدفين مقابل لا شيء. نقدر نقول انه اكتر من تعثر بيحصل بالنسبه لنادي الزمالك، بدايه من كاس الرابطه اللي ما كانش ظاهر بيه حتى الخطه او الرؤيه للاستفاده من كاس الرابطه، بعدها تعادل كمان على الارض امام بيترو اتلتيكو، وامبارح هزيمه امام نادي سموحه. فرؤيه حضرتك لتسلسل النتائج بالنسبه لنادي الزمالك في الفتره الاخيره؟ يمكن طبعا يا مرهان كان مهم جدا نادي الزمالك يكسب مباراه امبارح بعد التعثر في مباراه افريقيا امام بيترو اتلتيكو، علشان المباراه اللي جايه امام نادي صغرادة في انجولا تكون سهله شويه. يمكن امبارح الامور اتصعبت، يعني انت بدل ما تطلع مباراه افريقيا في حاله معنويه مرتفعه وكاسب اخر مباراه، كل ده يساعدك على انك تقدر تعمل نتيجه ايجابيه ولازم تكسب المباراه اللي جايه. انت خلقت لنفسك بعد المشاكل سواء نفسيا او معنويا او عدم اطمئنان كمان لدى الاعلام والجماهير نادي الزمالك في مباراه المهم ان انت لازم تطلع تكسبها. حته الفصل ما بين بطولتين امبارح اعتقد ان الراجل ما كانش موفق فيها تماما يعني. طيب كابتن يوسف، يعني خلينا اكلمك بمنتهى الامانه، هل كارتيرون اخطا امبارح في اداره مباراه الزمالك امام سموحه؟ هل اخطا في بدايه تشكيل شايف هو كان ممكن يكون اهم او احد اسباب الخساره امبارح؟ طبعا يا يحيى، يمكن انا اقول لحضرتك حاجه يا يحيى، احنا طبيعي ان انت لما بتيجي تعمل روتيشن، علشان احنا قلنا الراجل فعلا مضغوط وهيلعب كل اربع ايام مباريات، ثلاث ايام او اربع ايام مباراه، فهو مضغوط فعلا. لكن المهم انت لما تيجي تعمل روتيشن، الروتيشن ده بيبقى عدد معين جدا من اللعيبه. الراجل امبارح اولا بدل ما يعمل او ثلاث اربع عناصر، عمل لا يقل عن 9 لاعبين او 10 لاعبين، يمكن ونجم هو الوحيد اللي كان بيلعب المباراه الاخيره. صحيح، دي اول حاجه، دي نقطه طبعا مش موجوده خالص في كره القدم.
النقطة الثانية والأهم إن أنت المجموعة اللي أنت هتعمل لها روتيشن، هل أنت عندك مجموعة اللاعيبة الدوليين كلها مجهدين على حسب حالتهم اللي أنت شفتهم في التمرين أو على حسب كلامك يعني؟ فيهم مجموعة لعبت هل ده الوقت يعني المناسب أصلا يا كابتن يوسف الفترة اللي تعمل فترة المنتخب؟ برافو. يمكن انا النقطه يا يحيى برافو عليك، النقطه الثالثه اللي كنت هاخدك فيها هي وقت الروتيشن. الفريق اولا دي مرتبطه كمان بالمنافس، انت بتلعب فريق كابتن احمد سامي من السنه اللي فاتت مع نادي سموحه، احنا عارفين ان هو مدير فني منظم سواء دفاعيا او هجوميا. حتى كمان الكابتن احمد سامي لو تابع من السنه اللي فاتت اختياراته السنه دي للعناصر، هو السنه اللي فاتت لما مشى محمد عبد المنعم او رجع الاهلي وراح فيوتشر جاب مكانه احمد بيكهام، ما لعبش طبعا امبارح. اما مشي مصطفى فتحي جاب مكانه عبد العاطي، مروان حمدي مكان حسام حسن، حسين فيصل مكان مصطفى فتحي، فانت مكان احمد عبد القادر. فانت عارف ان انت بتلعب مدير فني منظم، وانا يمكن قلت قبل كده ان معنويات الكابتن احمد سامي ولاعبي نادي سموحه بحكم متابعتي ليهم لعيبه منظمه جدا. اخر ثلاث مباريات في الدوري نادي سموحه كسبهم قدام البنك الاهلي، كسب قبل كده طلاع الجيش، وكسب الاسماعيلي، فهو ماشي في البطوله نفسها بشكل كويس. يمكن كمان من اكتر الفرق اللي استفادت في مباراه في كاس الرابطه كان سموحه، فعلشان كده انت بتتكلم في نقطه مهمه، هل انت فريق سموحه الظروف متاحه ليك انك تقدر تغير لعيبه كبيره وانك تقدر تعمل روتيشن مع فريق بينافس على المربع الذهبي وماشي بشكل كويس؟ دي كانت نقطه صعبه جدا طبعا انك تعملها قدام نادي سموحه، علشان كده نادي الزمالك ظهر بالشكل ده امبارح. صحيح. طيب احنا بنتكلم على اهدار للفرص كمان يا كابتن يوسف على مدار اللقاءين اللي فاتوا سواء مع نادي سموحه او امام بيترو اتلتيكو، البعض كان بيشير الى كل الفرص المهدره دي لو كانت خارج الارض بالنسبه لمباراه بيترو اتلتيكو كان البعض هيشير اليها انه ايه هم عاملين ايه في الملعب، ولكن واضح جدا ان في مشكله في الفينشنج عند لعيبه نادي الزمالك، مين يحاسب عليه في ظل ان انت كل فرصه بتهدرها بتكون بتاثر بشكل سلبي كبير جدا جدا على وضع الفريق سواء في البطوله الافريقيه او في البطوله المحليه. يمكن هو طبعا ده اللي حصل في مباراه الزمالك وبيترو اتلتيكو، في كور كتيره فعلا ضاعت من المهاجمين وفي كور طبعا جت في العارضه، وده يمكن يقول لك يعني برضو ان حته الاجهاد اللي الراجل بيتكلم فيها او حته عدم جاهزيه اللعيبه هيبقى المستوى بشكل عام مش كويس. لكن انت وصلت في نادي في مباراه بيترو اتلتيكو وصلت لجون كتير قوي، وكان سهل انك تحرز اهداف وكان سهل انك تكسب المباراه. وحتى في مباراه سموحه امبارح برضو يمكن قبل الهدف ما يدخل الاول بتاع سموحه بتاع صديق كلابالا، الهدف اللي كان فيه هدف ضايع من شيكابالا وكان فيه هدف ضايع من سيسيه، فانت بتوصل برضو. لكن هي الفكره ان انت كنت محافظ على هيكل ومحافظ على شكل انت بتلعب بيه المباراه اللي فاتت، وزي ما بقول لك ان انت لما تيجي تغير ما ينفعش تغير في مباراه قدام نادي كبير، وكمان انت غيرت ما غيرتش بس الروتيشن، ده انت كمان عملت غير العدد لعبت ناس كتيره قوي في غير مراكزها. يعني انت كمان اللاعب ده اصلا علشان انت زي يمكن انا اتكلمت قبل كده معاك ويحيى، انت علشان تغير لاعب وتلعبه مثلا من بيلعب هاف رايت او بيلعب باك ليفت زي مثلا عبد الله جمعه امبارح بتلعبه باك رايت، هل الفتره من فهل انت الفتره اللي فاتت كافيه الثلاث ايام كافيين انك تحفظ لاعب ما بيلعبش في المركز ده، ثلاث ايام كافيين انك تحفظه انه يلعب المكان ده؟ لا، انت محتاج فتره كبيره جدا علشان يقدر هو يتاقلم على المركز. امبارح يوسف امامه برضو من لاعب بيلعب نواحي هجوميه ودايما هو في نص ملعب المنافس وبيكمل كراس حربه تاني، انت بتلعبه ارتكاز مطلوب منه ان هو يستخلص الكوره وفي نفس الوقت يبني لك هجمه. دي من ضمن الحاجات اللي اظهرت برضو ان امبارح اللعيبه قدراتها وامكانياتها مش متاحه انك تقدر تلعب تعمل كده. انت مش بتلعب ماتش كاس مثلا في دور ال 32 قدام فرقه من اللي هي الصاعده او ممتاز به تقدر تخدمك الظروف انك تعمل الحاجات دي. طيب لا، امبارح الشكل طبعا ما كانش كويس. اتمنى ان نادي الزمالك يتدارك. اتفضل يا يحيى. عايز اتكلم في نقطه مهمه يا كابتن يوسف، وهي ان انت حتى لو انت بتعمل روتيشن وهو ده مش الوقت بتاعه في بعض مراكز اللعيبه، في كل العالم بنشوفه في كل الدوريات الروتيشن في حته مركز حراسه المرمى دي بعيده كل البعد. يعني انا ما بقتش فاهم هو الفكر رايح من ناحيه ابو جبل مباراه وعواد مباراه، هل ده صح؟ هل ده ميعاده مناسب لنادي الزمالك وانت داخل على بدايه دوري ابطال افريقيا؟ فكان ابو جبل مشارك اخر مباراه امام بيترو اتلتيكو، بعد كده شفنا امبارح عواد، هل الروتيشن في مركز حراسه المرمى ده وقت مناسب؟ جميل 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 يا يحيى، انت خدتنا النقطه مهمه جدا، وهي برضو الروتيشن ده بتبقى انت مرتبط بزي ما بقول لك عمليه الاجهاد
وعملية المراكز اللي بيتم فيها بذل مجهود كبير. حراسة المرمى أولا هو مش من المراكز اللي انت بتبذل فيها مجهود كبير جدا، خاصة ان انت يعني هتوصل لحالة الإجهاد، انت لعبت مباريات كبيرة قوي قدام منتخب الكاميرون ومنتخب السنغال ومنتخب المغرب كأبو جبل. أولا أبو جبل راجع معنوياته مرتفعة جدا وفي حالة نفسية عالية جدا، حتى لو كان في حالة إجهاد أعتقد ان النواحي النفسية دي بتعوضه، فكان لازم يكمل. حتى التغيير المركز كمان رغم إمكانيات عواد العالية جدا، لكن أنت ما ينفعش تغيرها في وقت المسافة قريبة قوي، علشان حراسة المرمى، أنا قبل كده حراسة المرمى وحراسة مركز الرأس الحربة هم المركزين اللي دايما أنت بتحتاج تكون موجود فيهم في الملعب وبتاخد إحساس المكان سواء كحارس مرمى. فكان مهم جدا أن أبو جبل هو اللي يكمل لغاية ما يجي فترة توقف يبدأ هو يتحرك فيها أو يبدأ يتغير، وخاصة أن الراجل ماشي بشكل كويس قوي. نفس الشكل بالنسبة للمركز رأس حربة، أنت محتاج دايما أن اللاعب المهاجم ده يكون موجود في الصندوق علشان هو بيبقى حافظ مكانه فين عشان يقدر يحرز لك أهداف تقدر تكسب منها. فأعتقد أن دي برضو من ضمن الحاجات اللي خانته امبارح. طب احنا كده بنتكلم على اسمين كبار، ومن المفترض لما كانت صفقة محمد عواد بيتم الاتفاق عليها علشان يكون مع نادي الزمالك، دي كانت حاجة مفروض مطمئنة لجماهير نادي الزمالك، ولكن ازاي ممكن يكون مركز حراسة المرمى دلوقتي خالق نوع من انواع الحساسية داخل جدران نادي الزمالك؟ من وجهة نظر حضرتك ايه الحلول؟ لانه بعض منها بيكون اجتهادات، البعض منها ممكن يكون اخبار حقيقيه، دي كلها ورا الابواب المغلقه، ولكن بيبدو ان الدنيا ما فيهاش استقرار ما بين اللاعبين وبعضهم في النقطه دي، فلو هي حقيقه تعليق حضرتك عليها. لا امير هاني، يمكن انا قلت ان مشاركه عواد امبارح ما احنا بنقللش من امكانياته، احنا عارفين ان عواد حارس مرمى كبير، وقبل كده كان موجود محمد صبحي وجنش، يمكن نادي الزمالك كل انديه مصر كانت بتحسده على مركز حراس المرمى. صحيح. ان هو بيضم اربع حراس مرمى. هل دي بقى نعمه ولا نقمه؟ الواقع حسسنا بايه يا كابتن؟ حاجه كويسه ان يكون عندك حارسين كبار ولا حاجه بتخلي مشاكل؟ لا، بالنسبة للمدير الفني نادي الزمالك أو بالنسبة لنادي الزمالك والنادي الأهلي، قبل كده أنا قلت الأندية اللي بتلعب في مباريات بتلعب أفريقيا وبيلعب كاس عرب وبيلعب بطولات محلية دوري وكاس، لازم يكون عنده 30 لعيب أحسن من بعض، فدي لازم يعني لعيبة الأهلي والزمالك لازم يكون كل مركز فيه لا يقل عن 2 أو 3 من أفضل الناس اللي موجودة في مصر، ده بالنسبه للاهلي والزمالك. فدي طبعا انا شايف بالنسبه لي ان هي نعمه بالنسبه للمدير الفني. هي احيانا ان كل لاعب بيحب يشارك وكل لاعب ان هو بيحب يكون موجود، انما المدير الفني اللي بيملك فرقه زي نادي الزمالك او بيدرب فرقه زي النادي الاهلي بيكون مهم جدا عنده ان الاساسيين والبدلاء وحتى اللاعب الثالث اللي هو بيشاركش اذا كان حتى صغير طالع من قطاع الناشئين، مهم جدا ان هو يكون جاهز، لان زي ما بقول لك انا اعتقد ان نادي الزمالك الفتره اللي جايه دي كمان بسبب قلة اللعيبه او حاله البعد اللي احنا شفناها امبارح ما بين اللعيبه اللي هي كانت بتشارك باستمرار واللعيبه اللي شاركت امبارح، ممكن تسبب له مشاكل كبيره قوي، خاصه ان هو هيجي من مباراه انجولا، بعد كده هيجي يلعب الوداد هنا بعدها بخمس ست ايام، ووراه فيوتشر، كل يعني هيلعب حوالي لا يقل عن من 8 مباريات ل9 مباريات لغايه توقف الانضمام لاعبي المنتخب المصري يعني، فدي ممكن تسبب له مشاكل كبيره قوي. طب كابتن يوسف، يعني زي ما انت بتتكلم عندك ماتشات مهمه في دوري ابطال افريقيا، عندك مباراه قادمه مع ساجرادا الانجولي، ويمكن هل مشاكل لعيبه نادي الزمالك هي مشاكل فنيه ولا مشاكل ممكن تكون محتاج كارتيروني يتكلم مع اللعيبه، ولا هو نفسه عنده مشكله؟ يعني فين المشكله اللي موجوده اللي مخليها في تذبذب في الاداء بالشكل اللي احنا شايفينه؟ هل هي اخطاء من باتريس كارتيرون ولا تحمل جزء على اللعيبه اللي موجوده في الملعب؟ يعني هو يمكن طبعا انا هاخدك لنقطه كده يحيى. طبعا اولا مجلس اداره النادي الزمالك بقياده المستشار مرتضى انتخابات وفي استقرار دلوقتي اداري، ده هيبدا الفتره اللي جايه، اعتقد ان امير هيكون له دور كبير جدا ترتيب الاوراق من الداخل. في بعض اللعيبه لسه ما جددتش عقودها، في مشاكل في العقود قبل كده، اعتقد ان دي لازم تتحل بسرعه. الاداره الفنيه اكيد في مشكله كبيره امبارح حصلت من المدير الفني، لازم يسترجع نفسه، هو اكتر واحد ملم بلاعيبته، خاصه ان انا بقول لك يعني مثلا كان ممكن بن شرقي يلعب امبارح، ممكن زيزو كان يلعب امبارح، نفس الشكل بالنسبه لسيف الدين الجزيري مشاركته مع منتخب امام عاشور ما كانتش بشكل عالي، امام عاشور لعب اخر مباراه. يعني يمكن يعني لو بصينا حتى لحته الاجهاد دي احنا بنتكلم في نقطه، فتوح كان الوحيد اللي كان ممكن محتاج راحه، لان الراجل فعلا 4 مباريات او 5 مباريات مع المنتخب بشكل مستمر بذل فيهم مجهود غير عادي وكان عالي قوي،
صحيح. اعتقد برضو ان كان ممكن مثلا فتوح هو اللي ما شاركش. طب انت امام عاشور ما حبيتش يشاركه في مركز الديفندر، انت كنت ممكن وديته باك رايت مكان عبد الله جمعه. يبقى انت الفتره الجايه دي مش عيبها قدامك، ما دام في حاله الجهاد يبقى انت في كل عيبها قدامك استشفاء، وزي ما انت بتقول هي جلسات خاصه متواصله مع اللعيبه ان انت لازم تنسيهم المباراتين اللي فاتوا سواء على مستوى النتائج او على مستوى الاداء، وتبدا تفكر في المباراه اللي هي هتدخلك في بطوله افريقيا بشكل تاني. طبعا. طيب كابتن، حضرتك ذكرت في وسط كلامك أمير مرتضى منصور والمهام اللي هتكون بتقع عليه في الفترة اللي جاية علشان ملفات التجديد اللي هي للاعبين كتير ولاعيبة أساسية. لو ترتب لي 5 لاعبين يعني بالنسبة لك صعب أن النادي الزمالك يكون بيفرط فيهم ولازم يكون بيوصل معاهم لاتفاق فيما يخص العقد الجديد وكمان المستحقات السابقة لو فيه؟ يعني يمكن انا دايما باخد القوام الرئيسي بالنسبه لهم. يمكن المباراتين اللي فاتوا لو كنت سالتيني السؤال ده من غير ترتيب كنت اكلمك عن مجموعه لعيبه كتيره قوي، لكن المباراتين اللي فاتوا دول او قبل كده اثبتت ان طارق حامد هو العنصر الاهم دلوقتي النادي الزمالك، ان انت لازم تجدد له ولازم تقعد معاه وتخلص مستحقات، لان في مشكله كمان هتواجه نادي الزمالك ويمكن انا قلتها وظهرت الفتره اللي فاتت دي، ان مركز وسط الملعب المدافع في نادي الزمالك انت محتاج لا يقل عن 2 أو 3. بن شرقي طبعا كان له دور كبير قوي في حصول نادي الزمالك الفتره اللي فاتت على البطولات، زيزو ماشي بشكل اكثر من رائع، وابو جبل طبعا انا اسمع برضو ان في مشاكل بالنسبه لعقده. دول 4 عناصر مهمين جدا لازم تنتهي من تعاقداتهم، فتوح، الونش، امام عاشور، يعني اللعيبه دي كلها لعيبه دوليه وظهرت بشكل كويس وماشيين بمستوى ثابت. يعني انت مجموعه اللعيبه اللي انا ذكرتها دي طبعا في وجود مصطفى محمد وكان حازم امام بيلعب ناحيه الباك رايت، الثلاث بطولات اللي نادي الزمالك اخذتهم ورا بعض سواء السوبر او الدوري او السوبر الافريقي او السوبر المصري، الزمالك مصطفى فتحي اللعيبه دي كلها كانت مشاركه، يمكن التشكيل كان ثابت. يعني مصطفى طبعا نادي الزمالك مفتقده، والافتقاد الاكبر هو مصطفى محمد، ولغايه دلوقتي امام عاشور ماشي بشكل كويس قوي مكان ساسي، لكن برضو انت كان مهم جدا ان انت يكون عندك عنصرين جنب طارق حامد وجنب امام عاشور. طيب يعني كابتن يوسف بتتكلم عن 2 لعيبه يمكن جددوا فتوح وزيزو، وفاضل بعض اللعيبه اللي انت ذكرتها سواء طارق حامد او ابو جبل او بعض اللعيبه اللي لسه ما جددتش، مين اللي ممكن يكون بيرحل عن نادي الزمالك وشايفه دلوقتي مش مفيد لنادي الزمالك من اللعيبه اللي موجوده؟ لا يمكن انا يعني خليني اقول لك خلينا نصبر شويه يحيى، المباراه اللي جايه والضغط المباراه اللي جايه هيبين حاجات كتيره، لكن لو اتكلمنا على الاحتياجات بشكل كبير انا نادي الزمالك محتاج، انا شايف ان هو محتاج مركز المساك هيحتاج عنصر فيه او 2 مع محمد عبد الغني ومع محمود علاء والونش. انت لما بتيجي تمسك زي ما بيقولوا كده ملعب او بتحط بلال لقدام انت محتاج في المركز ده 5، نص الملعب المدافع هتحتاج فيه 2، انا زي بقول لك الباك رايت محتاج 1، انا اذا كان المسلوسي موجود او حازم امام واحمد عيد رجع، انا عارف ان احمد عيد رجع كمان صحيح. مهما كان هم 3 لكن انت محتاج 1 بامكانيات النكاز برضو في الحته دي يخش في منافسه، محتاج راس حربه صريح يعوض، محتاج واحد كمان مع 3 لعيبه باك رايت كابتن يوسف، ولا يكون بيرحل حد من الموجودين؟ يعني انت بتتكلم في مركز ما يتحملش 4 لعيبه. ما هو يحيى انت برضو انت حته الناس المحترفين بالنسبه لك انت بتتكلم في نقطه مهمه، انا ما اجيبش لعيب محترف يقعد، يعني النكاز لما كان موجود كان هو اللي بيلعب وحازم امام كان البديل ليه. صحيح. انت النهارده لما المسلوسي بيلعب لا كل جماهير مصر بتدور على حازم امام، هو حازم مش موجود ليه. بن شرقي النهارده بيلعب هاف ليفت وفي نفس الوقت بيلعب سيسي 2، فانت لما بتجيب لاعب محترف لازم اللاعب المحترف ده يكون جاي اضافه ويكون شايل الفرقه، رغم ان هو ممكن ما يكونش موفق. يعني هنشوف المسلوسي مع منتخب تونس غير طبعا منتخب مصر غير نادي الزمالك خالص. فأهم حاجة إن أنت في اختياراتك للعيبة المحترفين لازم يكون لعيب جاي بيشارك وبيضيف وبيكون أفضل من اللي عندك. أكيد طبعا زي ما أنت بتتكلم. يعني خليني برضو أكلمك كابتن يوسف، المنافسة يمكن السنة دي مختلفة على كل الأندية، يمكن كمان عايز أتكلم على الاتحاد السكندري تعادل الأخير، شايف المنافسة السنة دي في الدوري شكلها عامل إزاي؟ وهل هيكون من الصعب السنة دي تحديد مين ممكن يكون بيحقق لقب الدوري المصري الممتاز؟ والرباعي بشكل عام، يعني التواجد في المربع، يعني هي طبعا صعبه جدا، المربع الذهبي السنه دي هيبقى صعب التكهن بيه،
خاصة ان فيوتشر وبيراميدز والاتحاد وفاركو كل الفرق دعمت بشكل كويس قوي. طبعا الاهلي والزمالك سيظل الفريقين المنافسين، لان هو نادي بيراميدز يمكن كان ناقصه السنه اللي فاتت حته المدير الفني، يمكن هو ماديا في استقرار، في استقرار اداري. اهم حاجه جابوها السنه دي كان الكابتن ايهاب جلال، ويمكن انا كنت بتكلم من يومين اعتقد ان نادي بيراميدز ممكن يزعل جدا ويندم في الفتره الاخيره اللي جايه دي عن مباراه نادي المصري اللي هو كان متقدم فيها بهدفين ونادي المصري ادرك التعادل، كان زمانه دلوقتي هو بينافس على الاول لفتره طويله قوي او حتى نهايه الدور الاول. اعتقد ان الدوري السنه دي هيكون صعب. 6 بونت طبعا كبدايه نادي الزمالك، لا يا صعب جدا يا يحيى، صعب جدا يا مرهان. النادي الزمالك يمكن الفتره اللي فاتت كان 5 نقط، اما تعادل النادي الاهلي مع فيوتشر بقوا متساويين وفي ماتش مؤجل، بقى دلوقتي لو الاهلي كسب مبارياته المؤجله 6 بونت في 9 جولات او لغايه دلوقتي في الاسبوع التاسع، لا صعب جدا ان تكون الفرق ده من بدري كده. نادي الاتحاد السكندري طبعا يمكن احنا كانت في نقطه مهمه جدا، الكابتن حسام حسن قدر يتعاقد مع شبانه ويتعاقد مع محمد عبد السلام، سواء ده من الاثنين من نادي الزمالك، الاثنين مساكين مميزين ودي كانت عامله له مشكله. تعاقد نادي الاتحاد برده مع ابراهيم حسن من بيراميدز، الهاف رايت والهاف بيلعب بلاي ميكر وهاف رايت وهاف ليفت، لاعب كويس. يمكن هي الظروف الماتش اللي فات يعني كان في توفيق غير عادي للكابتن علاء عبد العال في المباراه، الكابتن حسام حسن حاله الطرد برده، حسيت ان اللعيبه ضمنوا المباراه شويه، ان انت كسبان 1-0 والفرقه اللي قدام منك بتلعب 10، انت عارف طبيعه اللاعب المصري يعني، فيمكن هم تاثروا شويه، قال لك ان المباراه مضمونه الشوط الثاني، وقدر الكابتن علاء عبد العال هو من المديرين الفنيين اللي بيدير المباراه في حدود امكانياته، فقدر يتعادل يعني. انما انا اتمنى دلوقتي نادي الاتحاد لما يبقى عنده في حراسه المرمى عبد المنصف ويحيى خط ظهر ثابت دلوقتي، سواء السيد سالم او صبر رحيل، عنده 2 مساكين انا شايف ان هم من احسن المساكين اللي الموجودين في مصر، سواء شبانه او عبد السلام، هشام صلاح ناحيه اليمين، مانجا مورو، يعني في لعيبه كتيره قوي دلوقتي موجوده في نادي الاتحاد تقدر تصنع الفارق. الخط الامامي كمان بالنسبه لنادي الاتحاد هو دايما هو اللي بيكون عنصر او في اي فرقه، يعني احنا بنتكلم على نادي سموحه قلنا العناصر الاماميه عنده بتقدر تقف على الكوره، بتقدر تحرز اهداف، لعيبه سريعه، هي متوفره دلوقتي في نادي الاتحاد، سواء في خالد الغندور او في ميسي او في عبد الغني، مابولولو، ابراهيم حسن، كريم الديب، يعني انا بعد لك شويه اسماء يحيى موجوده في نادي الاتحاد، اعتقد ان هي الفتره اللي جايه لازم تخلي نادي الاتحاد في مكانه افضل من الفتره الحاليه. اخيرا يا كابتن قبل ما نختم مع حضرتك، اكتر نادي عجبك من بدايه السيزون غير الاهلي والزمالك او بيراميدز، غير الانديه اللي احنا متعودين عليها تكون دايما بتتنافس وموجوده في المراكز الثلاثه الاولى؟ طبعا يعني يمكن فاركو كان ماشي بشكل كويس مع مجدي عبد العاطي، لكن انا عقدك طبعا لعلي ماهر، هو الافضل دلوقتي كنادي فيوتشر، لان هو قدر يجمع مجموعه لعيبه زي ما بقول الامكانيات الماديه حكمت، لكن مهم جدا بالنسبه له ان هو كان جاب عناصر كلها في الدوري الممتاز، سواء سعد سمير او محمد عبد المنعم او احمد رفعت، عمر كمال، ناصر ماهر، كان حاطط عينه على اختياراته، هو قدر يعمل فرقه بسرعه وخلق فيها عمليه التجانس، يعني حتى تلاحظي ان الراجل مذاكر الدوري كويس قوي، عارف ان هو لو مشي من النادي المصري وراح مسك فرقه تانية، اللعيبه اللي هو محضرها ومجهزها ان هو يجيبها كان حاطط عينه عليها، حتى لما مشي من النادي المصري كان كل تفكيره في عمر كمال واحمد رفعت اللي هم اهم عنصرين السنه اللي فاتت في النادي المصري، اخذهم معاه علشان يقدروا تقدر فرقه فيوتشر تظهر بالشكل اللي هي ظاهره بيه حاليا يعني. احنا بنشكرك اكيد، شكرا جزيلا يا كابتن، نورت الدنيا ودايما كده تكون معانا في صباح اون تايم. الكابتن يوسف حمدي واحد من نجوم نادي الزمالك والاتحاد السكندري السابقين، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. بنشكرك اكيد يا كابتن يوسف ونورتنا كالعاده. يعني خلينا نرجع مره تانية مع حضراتكم، نبتدي اخبارنا من الزمالك، وبيأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ان فريقه لا يستحق الخساره في لقاء امس في الجوله 9 طبعا مع سموحة، وقال ان فريقه استحوذ على الكرة اكتر من فترة يعني على مدار المباراة، وتابع كلامه ان احنا وصلنا الى مرمى المنافس كتير ولكن ما سجلناش، وكنا بنستقبل اهداف في الوقت اللي كنا بندافع فيه، وفي نفس الوقت ما حدش او الفريق ما تمكنش من التسجيل. واضاف كمان كلامه ان هو اتكلم مع اللعيبة وقال لهم بان الوقت ده بيبين اللعيبة الرجال ولازم يكون في جهد اكتر من كده الفترة اللي جاية، وقال انا مش راضي عن الاداء ونحتاج طبعا للتركيز في الخط الدفاعي بصورة اكتر، ومن السهل انك
لما يخسر الفريق تتكلم عن السلبيات ولكن ما تتكلمش عن وصول الفريق للمرمى 32 مرة في لقاء بيترو أتلتيكو. يعني هو برضو باتريس كارتيلون شايف من وجهة نظره حتة تانية خالص ممكن نكون غير اللي احنا بنتكلم فيها، ان انت بتتكلم عن سلبيات ولكن لما بتتكلم عن لازم تتكلم عن ايجابيات، مش فكرة سلبيات بس. انت هو شايف الايجابيات ان انت وصلت في مباراة بيترو أتلتيكو اكتر من مرة وكانت الظروف ما عندك وكان في سوء توفيق وسوء حظ رهيب بيعاني نادي الزمالك. لكن امبارح لما تيجي تسأل هتسأل كارتيرون، ما هو انت برضو مش منطقي ابدا ان انت عملية الروتيشن اللي حصلت واللي الناس كلها واضحة للناس كلها في اكتر من مركز، تلعب بعبد الله جمعة باك رايت، بتغير عواد في حراسة المرمى، بنشوف لعيبة كتير على دكة البدلاء ابرزها فتوح وامام عاشور واكتر من الجزيري، وكل دي لعيبة امبارح كانت قاعدة على دكة البدلاء. فهنا ده اللي بيتحمله الجهاز الفني، مش بيتحمله حد تاني. فحتى لو هي تصريحات كارتيرون في الحته اللي هي او الجزئيه بتاعت احنا لازم ندور على الايجابيات، حلو جدا انك تتعامل بشكل معنوي ونفسي مع اللعيبه، لان انت داخل على ماتشين صعبين جدا ومشوار تاني خالص غير الدوري المصري الممتاز، ولكن لازم تكون منطقي في التصريحات اللي بتتقال عشان الناس برضو شايفه والناس متابعه والناس شافت المباراه امبارح كانت ادارتها من الجهاز الفني شكلها عامل ازاي. فمهم جدا ان انت تكون معترف بجزئيه ان انت ممكن يكون في اخطاء في اداره المباراه، اخطاء في بدء التشكيل، اخطاء في تغيير، ده وارد لكل المديرين الفنيين، وده اللي حصل الحقيقه امبارح في مباراه الزمالك مع سموحه. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في مباراه هامه جدا جايه اكيد امام سجراده، لان انت بتتكلم هو مشوار دوري ابطال افريقيا مشوار مختلف تماما، فبنتمنى فيه اكيد كل التوفيق للاهلي والزمالك باذن الله في مشوار جديد للناديين باذن الله. احنا بنتكلم على نقطه هاخدها بس من ناحيه في التصريحات الخاصه بباتريس كارتيرون بعد انتهاء مباراتهم امبارح امام فريق السموحه والخساره بهدفين مقابل لا شيء، ويعني لما ذكر عدد المرات اللي وصل ليها نادي الزمالك لمرمى باترو اتلتيكو ان هم 32 مره. اعتقد ان دي حاجه فيها من وجهه نظر الجماهير حتى هي ادانه انه الوصول للمرمى 32 مرة وتحقيق هدفين فقط منهم، فدي مش حاجة تقول مؤشر جيد ان انت تكون بتوصل مرتين وتجيب من المرتين الاهداف، دي النسبة الجيدة، الدقة في التصويب هي دي اهم حاجة، ولكن انت تكون بتوصل وبتهدر الفرص اعتقد دي نقطة فيها ادانة، بل بالعكس يتبني عليها ان في ممكن ثغرة فنية لازم يتم العمل عليها. طبعا بنتمنى التوفيق لنادي الزمالك اللي عنده مباراة مهمة، وخلوني اخد حضراتكم لخبر متعلق بيه. فالجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون أعلن عن القائمة اللي هتكون بتسافر لأنجولا النهاردة إن شاء الله يوم الأربع بس العصر استعدادا للقاء سجرادا المقرر ليوم السبت اللي جاي في الجولة الثانية لدوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. في حراسة المرمى محمد عواد، محمد أبو جبل، السيد عطية، خط الدفاع حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، عبد الله جمعة، محمد طارق، حسام عبد المجيد. أما عن خط الوسط إسلام جابر، محمد أشرف رؤى، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، ماجد هاني، أحمد سيد زيزو، محمد أونجم، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، رزاق سيسي. أما عن خط الهجوم فسيف الدين الجزيري، عمر السعيد، حسام أشرف وسيف جعفر. طبعا نتمنى التوفيق لهذه المجموعة اللي تم اختيارها من قبل باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك للمشاركة في المباراة القادمة، إن شاء الله يوصلوا بألف سلامة وبإذن الله تكون دي بداية الانتصارات وحصد النقاط الثلاث بالنسبة لنادي الزمالك في مشوارهم في دوري أبطال أفريقيا. طيب خلينا نروح لجزئية تانية ويمكن اتكلمنا فيها وكنت بتكلم فيها لسه مع كابتن يوسف حمدي، وهي فكرة وجود أبو جبل مباراة، محمد عواد مباراة. طيب كشفت بعض المصادر أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك كان أثار أزمة قبل مباراة سموحة، وبعد ما كان عواد عرف أن محمد أبو جبل هيشارك في لقاء سموحة بشكل أساسي، ده الأمر اللي خلى عواد يتكلم فيه وأن هو يكون بيهدد بالرحيل عن نادي الزمالك، واتكلم كمان على التواصل مع أن هو يوصل للناس كلها أن هو مستاء جدا من فكرة أن هو هيقعد على دكة البدلاء وأن هو عايز يرحل من نادي الزمالك خلال الفترة اللي جاية. ده كلام عواد، وأعتقد أن أنت برضو لما تيجي تتكلم في نقطة مهمة، محمد أبو جبل عدم مشاركته مع نادي الزمالك فهي بتهدد وجود محمد أبو جبل
في منتخب مصر، لان انت مفيش حارس مرمى هيكون ما بيشاركش بشكل اساسي وقاعد على دكه البدلاء في نادي وهيكون متواجد مع منتخب مصر، ما هو ده مش منطقي. فهنا دي مشكله او دي ازمه ممكن بتكون موجوده. يعني هي زي ما كنا بنتكلم انا ومريهان ان هي ليها مميزات وليها عيوب. فكره ان انت عندك 2 أو 3 حراس مرمى كبار هي ليها ميزه وليها عيب في نفس الوقت، ان انت مش عارف هتلاعب مين او مين اللي موجود دلوقتي. عواد عايز يشارك، وابو جبل عايز يشارك. هي برضو يا مرهان هي سلبياتها وايجابياتها كتيره يعني او متوازنه بالظبط. يعني هي نقطه اعتقد كانت غير متوقعه ان هي تكون بتحصل. انت كنت باصص على شكل ايجابي ان انت يكون عندك حراس 3 حراس كبار، ولما كمان كان موجود صبحي انت بتتكلم عن 3 حراس كبار جدا ممكن يكونوا موجودين بشكل اساسي مع نادي الزمالك. ولكن ازاي ممكن تكون في الفترة دي احنا شايفين سلبيات كتيرة بتحصل منها؟ ابو جبل يستحق ان هو يكون بيشارك بشكل اساسي مع نادي الزمالك في كل البطولات، ونفس الحال بالنسبة لعواد اللي كان بالنسبة له التواجد داخل نادي الزمالك في انتقال كان مثير جدا من نادي الاسماعيلي ان هو يكون موجود علشان يثبت نفسه. فبالتالي هو الوضع مش احسن حاجة، ولكن من المؤكد ان الجلسات اللي لازم يكون بيعملها سواء باتريس كارتيرون او المجلس الجديد داخل نادي الزمالك للتعامل مع الموضوع ده، طبعا مع التاكد من المعلومات دي اللي بتخص ان في حساسيه بعض الشيء في مين اللي هيكون بيشارك في الفتره اللي جايه، او ازاي هيكون بيتم التنسيق ما بين الحارسين ان هم يكونوا بيشاركوا بشكل متوازن. اعتقد نقطه كبيره، مع العلم طبعا ان ابو جبل مع عودته بهذا التالق من كاس امم افريقيا هو بالنسبه له ما فيش غبار ان هو اللي يكون بيشارك بشكل اساسي. انت يعني هي نقطه برضو طبعًا. انا راجع من التالق ده كله فما تقعدنيش دكه، ولا ومكتسب ثقه ومعنويا معنويات مرتفعه جدا وراجع عامل شكل والناس كلها بتشيد بأداءه، الناس كلها بتتكلم عليه وعقده لسه ما اتجددش وفي مشاكل. فالموضوع كله واضح ان يعني في حد لازم يكون بيقعد وبيعمل بيهندل القصه دي كده بشكل ودي ويتعامل بشكل نفسي جيد مع اللاعبين، لان هما الاثنين حراس كبار والمفروض ان دي ميزه بيمتلكها نادي الزمالك يتعامل معاها ازاي ويكون بيستفيد منها. اعتقد نقطه مهمه جدا هنكون بنتكلم عليها في الفتره اللي جايه، خصوصا واحنا شايفين قيل وقال بيتقال عليها، ومع عوده الاثنين في حاله جيده والماتشات كتير، ولكن ازاي هيكون بيتم الاعتماد عليهم بشكل يرضيهم هما الاثنين ده اللي هيكون بيبان في الفتره اللي جايه. خلونا نكمل بقيه اخبارنا من داخل نادي الزمالك. اكد مصدر داخل مجلس الزمالك انه ما فيش حاليا اي اتصالات رسميه مع مسؤول الزمالك مع فرجاني ساسي للعوده مره ثانيه لصفوف الفريق، واوضح كمان المصدر ان طلبات فرجاني ساسي الماليه للعوده مره ثانيه للفريق هتكون كبيره جدا وصعب ان يتم توفيرها كمطالب ماليه، خاصه وان المجلس الحالي بيعاني اوريدي من توفير قيمة عقد اللاعب لما كان موجود في الفريق. اي لاعب هيكون بيطلب قيمة كبيرة مش منطقية اعتقد ان هيكون من الصعب الابقاء عليه، او ان انت تكون بتجلبه مرة تانية لنادي الزمالك. المسؤولية كبيرة جدا جدا على المجلس الحالي ان هو يكون بيحل ملفات مالية كتيرة جدا، سواء من التجديد سواء من فلوس سابقة مستحقات مالية، مش بس كورة فريق اول، عندك يد عندك طايرة عندك سلة عندك نجوم كتيرة جدا ممكن يكون عندهم نفس الازمة. احنا بنركز في كلامنا على الفريق الاول لكرة القدم، ولكن مسؤولية كبيرة جدا جدا بالنسبة للمجلس الحالي. طبعا اكيد زي ما انت قلت يا مرهان، خلينا كمان بنتكلم لسه عن فكره محمد ابو جبل وعواد. وابو جبل زي ما احنا اتكلمنا يمكن بعد تالقه في كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر بيتلقى محمد ابو جبل حارس مرمى نادي الزمالك بعض العروض من انديه الخليج خلال الايام اللي فاتت بعد ما ظهر طبعا مستوى كبير مع منتخب مصر. وهنا بتتكلم ان انت قعد محمد ابو جبل هينتهي بنهايه الموسم الحالي، ولحد دلوقتي مفيش اي حسم الملف التجديد لابو جبل مع نادي الزمالك. ممكن تشوفوا حتى كان ليه تصريح محمد ابو جبل بعد العوده من الكاميرون بعد طبعا كاس الامم الافريقيه ان هو بيتمنى ان هو يكون بيخوض تجربه احترافيه في الخليج. ممكن تشوف ممكن يكمل ممكن يكون موجود في الخليج، لسه مش عارفين مصير محمد ابو جبل، هل هيكمل في الدوري المصري ولا هيكون بياخد تجربه احترافيه، ده اللي هنشوفه اكيد خلال الايام اللي جايه. من المنطقي جدا ان لاعب بحجم ابو جبل بعد الاداء المميز ده وبعد الشخصيه، يعني انا بشوف ان الحارس مش بس اداء ولا موهبه ولكن بيكون
ليه كاريزما وكاركتر معين كده، لان في الاخر هو بيكون نبض كبير جدا للفريق كله داخل الملعب. فابو جبل بيمتلك الكاريزما الكبيره اللي من المنطقي جدا بالشكل ده مع الاداء ده في التوقيت ده ان هو يكون بيجيله عروض، خصوصا بالوضع الحالي بالنسبه لانتهاء تعاقده مع نادي الزمالك مع نهايه الموسم. فبالتالي عروض بتيجي، وهنشوف طبعا امير مرتضى منصور والمجلس بشكل عام ازاي هيكونوا بيقدموا للاعب في المقابل عرض مادي مغري علشان يكونوا بيبقوا عليه داخل جدران نادي الزمالك. مشاهدينا لسه اكيد معانا اخبار كتيره، ولكن هنروح لها بعد الفاصل، خليكم معانا. مشاهدينا بجدد الترحيب بحضراتكم، لسه مستمرين معاكم في صباح اون تايم. امبارح يمكن كانت المتعه الكرويه مختلفه، وعوده ليالي الابطال ودوري ابطال اوروبا. امبارح كان ماتشين، بتتكلم في ماتشين مهمين جدا، سواء سبورتنج لشبونه ولا مع مانشستر سيتي او باريس سان جيرمان مع طبعا ريال مدريد. امبارح خلينا بس نستعرض مع حضراتكم الاول نتائج ماتشين امبارح. مانشستر سيتي بيضمن التاهل لدور الثمانيه في اول نص ساعه من المباراه، وقدر يتفوق على سبورتنج لشبونه 5-0. امبارح باريس سان جيرمان في الدقائق الاخيره كده مبابي بيسجل عشان ياخد كده ويتفوق لباريس سان جيرمان على ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء. دي نتائج ماتشات امبارح. نروح لمباريات النهارده اللي هنكون بنتابعها في دوري ابطال اوروبا في ذهاب دور ال 16. الساعه 10 بالليل ريد بول سالزبورغ هيكون في مواجهه بايرن ميونخ، في نفس الميعاد انتر ميلان هيكون في مواجهه فريق ليفربول. وكمان في ضمن منافسات مباريات النهارده ولكن في الدوري الاسباني، اتلتيكو مدريد هيكون في مواجهه ليفانتي الساعه 10 بالليل، بس محدش يعني هيبقى مركز معاهم قوي. اعتقد لا، بتتكلم في ماتشين دوري ابطال اوروبا واهمهم يعني انتر ميلان وليفربول وباي منشن برضه وريد بول سالزبورغ، ماتشين مهمين جدا. اعتقد الكل هيكون التركيز منصب على مباراه ليفربول وميلان. طيب خلونا نروح لتقرير عن مباريات اليوم في دوري ابطال اوروبا، ونرجع نتكلم اكيد بالتفاصيل فنيا عن الماتشين. محمد صلاح النهارده في مهمه جديده باذن الله، يكون كده بيحقق رقم جديد لليفربول النهارده. نروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. نشيد اللي بنسمعه في الشامبيونز ليج مع عودته بيغسلني من جوه، الموسيقى بتاعتها كده ليها رونق وبريق، انا بستمتع بيه جدا جدا. فعوده ليالي الابطال يعني عوده المتعه، يعني عوده البطوله الاغلى والامتع والاكثر مشاهده على مستوى العالم كله. بينضم الينا عبر سكايب واحد من نجوم التحليل الرياضي الاستاذ شريف سالم. صباح الخير عليك، منورنا، واكيد حديث مطول هيكون معاك. صباح الفل عليك يا شريف، منورنا. اعتقد هيكون في محاوله للتواصل معاك مره تانية، واحنا بنتكلم على ليالي الابطال. وامبارح طبعا مباراه مهمه جدا، ومن الواضح ان بيب جوارديولا موجود السيزن ده علشان يكون بيحقق نتائج كبيره، ضمن التاهل وحفلة أهداف. دي أول مرة يكون لفريق مانشستر سيتي تسجيل 4 أهداف في شوط واحد في دوري أبطال أوروبا، فبالتالي أرقام كبيرة جدا بيحققها بيب جوارديولا مع السيتي، سواء على مستوى الدوري أو كمان على مستوى الشامبيونز ليج. خلونا نعود مرة تانية التواصل مع شريف سالم المحلل الرياضي. صباح الخير عليك يا شريف، سمعنا صوتك كده المرة دي. صباح الفل كده، صوت كويس زي الفل كده، تمام، منورنا يا شريف، وصباح الفل عليك. صباح الفل يعني. يعني ماتشين امبارح سريعا كده، بتتكلم مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونه، هبتدي بيه بعد كده نروح للمتعه الكرويه الثانيه في باريس وريال مدريد، ولكن مانشستر سيتي خلاص بيحجز دور الثمانيه في اول نص ساعه من مباراه امس. يعني احنا كنا متوقعين الحقيقه انها تكون مباراه سهله، بس دايما بيب جوارديولا بينقل الكوره بتاعته في ليفل مختلف، حاطط كورته في حته مختلفه قوي، دايما حاطط فرقته في حته مختلفه. فبصراحه ماتش كان انا اتفرجت عليه في الاعاده، لان انا كنت بتفرج طبعا على بي اس جي ومدريد، فبصراحه الاعاده كانت ممله قوي، مش عايز اكذب عليك يعني. مباراه وان سايد جيم تقريبا طول الشوط الاول، اهداف بشكل متتالي جدا، حتى الاهداف في فرص اكتر منها بكتير. صحيح. تقريبا بنتكلم في 24 25 تصويبه. سبورتنج لشبونه طول 90 دقيقه ما عملش ولا تصويبه على المرمى. فبنتكلم في ارقام كانت صعبه جدا، حتى الاستحواذ تقريبا كان 65%.
فطبعا كانت الارقام يعني ارقام بتدي خلاص هو بيضمن قوي بيضمن جوارديولا يعني يا شريف التواجد في دور الثمانيه بشوك 5 جوان يعني خلاص كده مهما كانت النتيجه الثانيه هتكون ايه يعني. لا ما اعتقدش يعني حتى ما فيش بص هو فنيا ما فيش فرصه تقريبا لفريق سبورتنج لشبونه انها ترجع خالص. اعتقد الجيم بعيد قوي قوي يعني ما فيش حتى فرصه لل اعتقد ممكن تكون بس فرصه ان ما يعني ما تبقاش فيها هزيمه ثقيله تانية في مباراه العوده ويبقى الموضوع بس مباراه فنيا تكون فيها توازن شويه. واعتقد برضو بيب هو من نوعيه المدربين اللي لما بيدخل مباريات زي دي بيبدا بقى يعمل روتيشن وبتشوف فرقه مختلفه تماما في ماتش العوده فاعتقد ده اللي هيحصل يعني. من المنطقي جدا ان انت كنت تختار تشوف لايف ماتش بي اس جي وريال مدريد لان ده المباراه اللي احنا ممكن نكون متوقعين فيها نديه اكبر، ولكن يعني المباراه بتنتهي بهدف نظيف بتوقيع امبابي وبيضمن الثلاث نقاط لفريقه. كلمنا عن رؤيتك ومتابعتك لهذا اللقاء وريال مدريد بشكل عام في هذه المباراه. ريال مدريد مؤخرا داخل الجيم اصلا الفورم بتاعه مش احسن حاجه يعني بغياب بنزيما 3 ماتشات كان مؤثر شويه على الجزء التهديفي، وكمان البي اس جي كان بقاله الفتره الاخيره بدا يستعيد الفورم بعد ما بوتشيتينيو كان بدا بدايه الموسم ما كانش احسن حاجه. كانت الناس متوقعه انه مش هيعمل نتائج ايجابيه مع الفريق وده كان بيحصل بشكل معين يعني في الدوري كان في تعادلات وكذا بس بعد كده بدا ان هو يستعيد الفورم. فالاثنين داخلين البي اس جي فورمته اعلى شويه من الفورم بتاع ريال مدريد، فكانت الناس متوقعه ان المباراه ممكن تكون 60-40، لكن الحقيقه برده للاسف كانت مباراه وان سايد جيم، كانت مباراه حلوه الناس كانت مستمتعه بالاداء بس كانت مباراه وان سايد جيم يعني الارقام كلها ماشيه في اتجاه واحد. انا بصراحه دي واحده من اقل الماتشات اللي شفتها لكارلو انشيلوتي في النوك اوت ستيج في السنين اللي فاتت كلها، قدم مباراه قليله جدا. حتى الصوره اللي موجوده قدامنا دلوقتي او الصوره اللي كانت معانا هي الاماكن اللي اتقطعت فيها الكوره لريال مدريد، لو ربطناها بقى بالصوره الثانيه اللي بتاعت الترانزيشن زونز علشان نشوف تقسيمه الملعب عامله ازاي هنلاقي ان تقريبا ريال مدريد اكتر مكان خسر فيه الكوره في الملعب هي المكان بتاع الترانزيشن زون او المكان بتاع التحولات وبتاع الاستحواذ اللي هي المنطقه بتاعت نص الملعب اللي دايما الناس بتتكلم عنها وبتقول ان انت لو كسبت الاستحواذ بتاع نص الملعب او كسبت نص الملعب فانت سيطرت على اللقاء. لو ربطنا بقى الكلام ده كله بالارقام بتاعه فيراتي في المباراه هنلاقي طبعا فيراتي عامل ارقام كبيره جدا جدا في الحته بتاعه نص الملعب دي، واعتقد انا بالنسبه لي هو مان اوف ذا ماتش امبارح. فيراتي عمل ماتش كبير قوي، واحده من احلى ماتشاته اللي ممكن يكون عملها في دوري ابطال اوروبا او حتى ممكن يكون عملها مع البي اس جي، مباراه كبيره جدا. فانا بصراحه شايف ان المباراه برده كانت وان سايد جيم بس يمكن كان غايب فيها ممكن شويه عامل التوفيق عن بوتشيتيني وبي اس جي في حته الاهداف عشان كده ممكن تكون ما طلعتش بنفس النتيجه بتاعت المباراه بتاعت سبورتنج لشبونه والمان سيتي. بس حتى لو رحنا للارقام برده هنلاقي ان لمده 90 دقيقه ريال مدريد ما عندوش ولا تصويبه على المرمى، هو تقريبا عنده تصويبتين او ثلاثه طول المباراه. على الناحيه الثانيه برضو هتلاقي تقريبا 21 تصويبه لفرقه البي اس جي، فبنتكلم في برضو مباراه كانت يعني وان سايد جيم او كانت مباراه بتتلعب تقريبا في نص ملعب ريال مدريد. الحاجه الثانيه ريال مدريد ما عملش هاي بريشر خالص او ما عملش ضغط من الثلث الثالث من الملعب غير مرتين، مره في الدقيقه 38 ونص في نهايه الشوط الاول، فبنتكلم ان هو لمده 38 دقيقه بيستقبل لعب في مناطقه، ومع بدايه الشوط الثاني او اول دقيقه في الشوط الثاني عمل فيها هاي بريشر ولحد نهايه اللقاء ما عملش هاي بريشر او ما ضغطش من الثلث الثالث خالص. فانا بصراحه يعني واحده من اقل الماتشات اللي عملها كارلو انشيلوتي. بيتهيألي كمان اللي اصعب من الهزيمه يحيى خسارته للعيبه، احنا بنتكلم كاسميرو نجم اللقاء مع كورتوبا في ريال مدريد هيغيب في مباراه العوده، صحيح كمان مندي اخذ انذار وهيغيب في مباراه العوده. تربط مندي مع الاداء اللي كان بيقدمه مارسيلو الفتره الاخيره هتلاقي ان مارسيلو بيقدم واحده من اقل فتراته مع ريال مدريد، وحتى كان في انتقادات كبيره قوي في الصحافه الفتره الاخيره ومن الجماهير في ريال مدريد ان هو مستواه قليل جدا. فاعتقد ان هو يعتمد على مارسيلو في مباراه العوده عشان يعمل ريمونتادا او عشان يرجع
يكسب اعتقد برضه هيبقى الموضوع طيب صعب. طيب خلينا شريف نروح لماتشات النهارده، والمتهيألي الكل منتظر النهارده ميلان في مواجهه ليفربول، منتظرين نجمنا المصري محمد صلاح. شايف ماتش النهارده هيكون عامل ازاي؟ وشايف فرص النهارده ليفربول في التفوق على انتر ميلان هيكون عامل ازاي؟ برضه مش هقدر اشوف المباراه دي 50 50 مش زي مباراه بالميراس والاهلي، يعني المباراه دي مش 50 50. انا شايف في حاجات هتروح اكتر ليورجن كلوب، خصوصا بعد ما استعاد كمان محمد صلاح وساديو ماني، والاثنين راجعين بفورم كويس قوي، والاثنين كمان نهوا بطوله افريقيا كويس جدا، ما كانوش بادئين كويس لكن نهوا كويس، فراجعين بفورمه كويسه. فاعتقد المباراه هتميل شويه او شويتين ناحيه ليفربول. كمان انتر ميلان جاي من مكسب على روما 2-0، وقبلها كان جاي من هزيمه من الميلان 2-1 في الدوري، كمان نتائجه في الدوري فيها تذبذب كبير قوي، فاداؤه كمان في الدوري مش احسن حاجه. فاعتقد المباراه شويه هتميل لصالح ليفربول، بالرغم من المباراه في الجوزيبي مياتسا، لكن اعتقد برضو شويه هتميل ناحيه ليفربول. المباراة الثانية كمان اللي هتكون بتتلعب في نفس التوقيت الساعة 10 بالليل، ريد بول سالزبورغ في مواجهة بايرن ميونخ، واحد طبعا من الأندية الكبيرة والمتألقة على مستوى عدد كمان المشاركات في دوري أبطال أوروبا. توقعاتك لهذا اللقاء دي ممكن الكفة رايحة فين أكتر؟ 60 40 أعتقد دي هتبقى أو 70 40 70 30 بالظبط 75 95 يا شريف ما بيهزروش والله 99 واحد. لا بايرن ميونخ صعب، الأكاديمية نفسها هي مش المدرب بس، يعني دايما لما بنبص على حاجة فنية بنرجع للأكاديمية. الأكاديمية بصراحة في بايرن ميونخ حاجة يعني حاجة قوية جدا، مع المدربين اللي بتيجي باستمرار او مع عدد المدربين اللي بيوصل بتلاقي دايما نفس القوه اللي بيلعب بيها اللعيبه نفس الاداء، فتبقى عارف ان هنا الشغل ده طالع من الاكاديمي بتاع النادي نفسه، النادي ليه ايدنتيتي معينه. فبصراحه بايرن ميونخ قوي جدا على ال 10 سنين اللي فاتوا، قوي جدا على كل الفرق اللي بيلعبها. فاعتقد المباراه دي هتبقى يعني حاجه شبه سبورتنج لشبونه كده ومان سيتي. انا عن نفسي اتمنى الحقيقه ان انا اشوف كوره، انا كده مش بشجع فرق في اوروبا، بتمنى اشوف كوره في كل الماتشات، بس الماتش ده اعتقد هيبقى برضه مباراه وان سايد جيم. يعني ادينا هنتفرج ونشوف، وباذن الله تكون امسيه، وكالعاده ما بيخيبش خالص ظننا اي مباريات في الشامبيونز ليج. بشكرك اكيد شكرا جزيلا شريف سالم المحلل الرياضي، نورتنا، وكان كمان في حديث كبير على سواء لقاءات امبارح في دور ال 16 في الشامبيونز ليج، او كمان استكمال باقي مباريات النهارده يوم الاربعاء، وكمان مباراه منتظره اكيد باذن الله بنتمنى لنجمنا المصري محمد صلاح التالق فيها على حساب انترناسيونال. مشاهدينا بعد الفاصل نواصل حديث خليكم معنا. خلونا مشاهدينا قبل ما نختم حلقتنا وكالعاده ناخد اجابات حضراتكم من خلال سؤال اللعبه اللي بنتواصل بيه معاكم. سؤالنا النهارده كانت ايه هي توقعاتكم لنتيجه مباراه انتر ميلان وليفربول في دوري ابطال اوروبا؟ نبدا باول الاجابات من خلال طبعا موقع التواصل الاجتماعي تويتر. عبد الرحمن كمال بيقول فوز ليفربول 2-0 وان شاء الله محمد صلاح يسجل هدف. علي نصر كاتب اتوقع فوز ليفربول 2-0 ومحمد صلاح يجيب جونين ان شاء الله. يا رب يجيب الجونين. كريم حمدي بيقول ان شاء الله ليفربول يكسب 2-0 ومحمد صلاح هيسجل هدف فيهم. عمرو كتب 2-0 محمد صلاح ابن بلدي. نتمنى اكيد التوفيق كلنا محمد صلاح النهارده يكون باذن الله بيسجل ويكون هو السبب الرئيسي في فوز ليفربول ان شاء الله النهارده على انتر ميلان. اكيد بنتكلم في مباراه قويه ومهمه، والتوقيت كمان بتاعها خلاص لازم يكون محمد صلاح بيطوي صفحه كاس افريقيا والحلم الكبير اللي كان بيفصلوا عنه خطوه، وده نفس الحاجه اللي قالتها صفحه ليفربول ونشرها صوره لمحمد صلاح كده وهو بيضحك، وكاتبين له حتى في الكابشن اضحك تضحك الدنيا، علشان محمد صلاح كانت ضحكته غايبه بقالها شويه كده بعد الخساره، كان متاثر زيه زي اي لاعب، ولكن لازم يكون في بقى تركيز خلاص وتطوي الصفحه وتبدا تشوف ايه اللي جاي. ومحمد صلاح معودنا طبعا طول الوقت على العقليه المحترفه الكبيره النضغه، فبالتالي كان زعل منطقي جدا ومفهوم، ولكن كمان دلوقتي الضحكه وقتها اصبح مناسب علشان يكون بيركز لتحقيق ارقام قياسيه وكسر ارقام كبيرة
كبيره جدا زي ما هو معودنا. ان شاء الله كل التوفيق اكيد لمحمد صلاح النهارده باذن الله كده، ويكون بيسجل يكون سبب زي ما قلنا في فوز ليفربول. مشاهدينا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، خلصت حلقتنا النهارده من صباح اون تايم. مريم بشكرك شكرا جزيلا. صباح الخير عليك يا يحيى، وصباح الخير طبعا عليكم مشاهدينا. باذن الله يومكم يكون حلو، ودايما نكون بنلتقي مع حضراتكم في حلقات تانية من صباح اون تايم.